أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في عنا مجاهر جديد، الأخ عزت رفاعي. خلونا نرحب بالأخ عزت. أهلا وسهلا فيك أخي عزت. هل فيك اخ تسمع؟ جان، انا سامع كويس. أهلا وسهلا فيك أخي. اهلا بيك، اهلا بيك. طبعا الأخ عزت ملحد مصري، وأنا تشرفت بمعرفته من خلال صفحتنا على الفيسبوك. أخي عزت، إذا تتكرم بس هيك بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم. أنا اسمي عزت رفاعي، أنا أصلا من مصر، أنا عمري 43 سنة، عايش في أستراليا بقالي 17 سنة، و أنا أصلا خريج آثار ودارس للآثار المصرية القديمة ومتخصص في ما قبل التاريخ. برضو درست هنا في أستراليا Indigenous Studies اللي هي دراسات السكان الأصليين، ودرست قانون وحقوق الإنسان، وفي الوقت الحالي أنا بدرس قانون علشان أقدر أمارس المحاماة في أستراليا. فتلاقي يعني دراساتي دي متشعبة. السبب إن أنا بتكلم عن دراستي إن هي أثرت في الطريق اللي أنا خدته بالنسبة للأديان، ونتكلم عن دون بعدين. بس هي دي يعني بطاقتي الشخصية يعني. وأنا متزوج وعندي ولد عنده 7 سنين، وهو ملحد برضه يعني. هو قال لي إن هو لا يؤمن بالإله، لأن بعد ما حضر حصتين دين في المدرسة طلع وقال أنا مش عايز أدرس دين تاني علشان كله خرافات. بالضبط بالضبط. يعني اخي عزت، نحن موضوعنا شوي طويل او عميق بصراحه، الغزو الاسلامي لمصر. مشان هيك يعني ما راح اسال كثير اسئله بمساله الالحاد، بس على ود تحكي لنا الحادك من طقطقه لسلام عليكم. يعني كيف بدات الحاد من طنطا، السلام عليكم، لحتى اعلنت الحادك، قلت اوكي انا ملحد، تفضل. هي قصتي لا تختلف عن قصة معظم الملحدين، خاصة الملحدين المسلمين. أنا نشأت في أسرة وبيئة مسلمة ومتدينة جدا، لكن وأنا صغير وأنا عندي 7 8 سنين كنت دايما أفكر في الإسلام، ودايما أفكر في الآيات، فكان فيها حاجات كتير جدا ما كانتش زي ما بيقولوا ميك سينس بالنسبه لي، ما كنتش فاهمها، وكنت بخاف يعني، ما كنتش اعرف انام، ما كنت اقعد اقرا في القران واعيط، لان كان يقولوا لك دي وسوسات شيطان، وما تسالش عن ماهيه الله وعن الجنه والنار والثواب والعقاب والكلام ده كله. كنت بصلي وبصوم لحد ما جيت استراليا. انا جيت استراليا كان عندي 26 سنه، وكنت بحاول ان انا اتمسك بالدين، لكن افكار زي ليه الانبياء كلهم ذكور على سبيل المثال، ما فيش سيدات خالص، ليه في فرق بين الذكر والانثى على طول في عمليه الاديان بصفه عامه، مش الاسلام بس، وعملية ازاي ان الواحد يتجوز 4، وان ليه الحق دون مش موجود للمرأة، وعملية الكره بين الأديان. يعني الإسلام يقول لك اليهود أصدقائكم مثلا، والمسيحيين أعدائكم. الحاجات دي ليه الفكر ده، وليه ان كل دين بيعتقد ان هو دين الصح، والدين الآخر هو الدين الخطأ، وان لو انت ما بتعتقدش نفس الاعتقاد اللي انا بعتقده ان انت هتروح النار، وان جسمك هيتحرق وجلدك يجي تاني وتتحرق، يعني عملية عقاب ازلي. فالحياة بالنسبة لي ما كانتش ليها يعني، لو هو ده فكر دين، الحياة كانت بالنسبة لي ملهاش معنى. لما ما انت كل حياتك ان انت مثلا تخش الجنة النار، الحياة نفسها ما بيبقاش لها معنى. يعني حتى القرآن يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب يا عم ازاي؟ طيب ما انت لو يعني ما انت عندك الملائكه يعبدون الله ليلا نهارا ولا يعصون الله امرا، فليه تيجي تخلق وتخلقنا عشان نعبدك؟
يعني معنى كده ان الحياه ما بقاش ليها لازمه. طبعا ما لما جيت هنا بقى حريه، فكان اقدر ان انا افكر واسال من غير خوف. فكنت خايف ان انا، لان انا ماليش اهلي هنا، انا عايش يعني، انا جيت استراليا لوحدي، فما ما فيش حد اتكلم معاه، ما فيش حد احكي له. فانا كنت خايف ان يعني حسيت ان الايدنتيتي الدين بتاعي بيتاخد مني وبتغير. فانا شفت سايكولوجيست هنا لمده سنتين عشان this cultural shock and you know مش عايز تسيب دينك ومش عايز تسيب معتقداتك وخايف ومش قادر تقول وتطلع اللي جواك. فالسايكولوجيست شجعتني ان يعني ان ان ان, إن انا ما اخافش، وان انا لازم ابقى انا، ما اقدرش ابقى واحد تاني، وان الافكار اللي انا بفكر فيها دي ده شيء طبيعي، وان هي عمليه انتقال من حضاره لحضاره، وان انت هنا بقى عندك حريه ان انت تقدر تفكر من غير عواقب. ما فيش هنا بطاقه مكتوب فيها انا مسلم ولا مسيحي زي مصر على سبيل المثال. ف من 3 سنين قررت ان انا اقول ان انا ملحد، فروحت على الفيسبوك ورحت حاطط رساله بالعربي وقلت دي، حطيتها بالعربي والانجليزي، وقلت دول اصحابي، قلت لهم انا في حاجه انا عايز اقولها، انا مش مؤمن بالاديان للاسباب دي، وعددت الاسباب بتاعتي اللي انا مش مؤمن بيها، وان انا زي ما انا ما اتغيرتش، يعني عزت هو قلت عزت، انا بس بقول علشان حاجة أنا مش عايز أكتمها وعايز أبقى صريح مع نفسي. أصحابي الأستراليين طبعاً تقبلوها، لأن هنا ما فيش حد بيحكم على حد، الدين حاجة خاصة. أصحابي المصريين بقى وأهلي وأخواتي وولادي عمامي ومش عارف إيه، في اللي منهم تقبلها، وفي اللي منهم ما كلمنيش خالص، وفي اللي منهم قال عليا كافر والحاجات دي، بس بتاخد قرار وبتعيش على نتائج هذا القرار. ومن ساعة ما أعلنت الحادي حسيت إن زي ما يكون في جبل وتشال من عليا، بقيت حاسس إني أنا فري، إن أنا أقدر أفكر وأقدر أقول اللي أنا عايزه، ودراستي وقرايتي ساعدوني على كده. إن أنا بالنسبة لي إن الإلحاد دون أو عملية عدم الإيمان بالله وبالديانات في واحد بالحياه والظروف اللي انا مريت بيها شيء طبيعي، لان الدين بالنسبه لي ما doesn't make any sense. انا بؤمن بالمجتمع، انا العمليه كلها مش عمليه ان الدين بيعترض مع العلم وحاجات كثيره جدا يعني، لكن انا اؤمن مثلا الاخلاق بتيجي من المجتمع مثلا، يعني حاجه من الـ الناس اللي بتعتقد في الدين بتاخدها على الملحدين، ان انت كانسان ملحد ان انت بتزني وبتشرب وبتسرق، وان انت ما عندكش اي مقومات اخلاقيه على سبيل المثال. ده الاتهامات اللي بتتوجه لينا مثلا، عشان احنا ما بنؤمنش بالله ولا الحساب ولا العقاب. لا، انا عندي اخلاق، بس انا مصدر الاخلاق بتاعتي جاي من المجتمع، اللي هو حاجه اسمها السوشيال كونتراكت، ان انت بتعيش في مجتمع، ان انا بيني وبينك في قواعد واسس معينه، ان انا ما اقدرش ان انا هيك ولا اكرهك علشان جسمك ولا لونك ولا انت ذكر ولا انثى ولا علشان اللغه بتاعتك ولا الكلام ده. بنخرج بره بتلاقي الاشاره حمراء بتقف، يعني المورلز والاخلاق والقوانين بتيجي من المجتمع، ما بتجيش من الـ الاديان. لو القوانين نفسها جت من الأديان، تبص على القوانين اللي في الشريعة الإسلامية على سبيل المثال، لو طبقتها ما فيش حد هيبقى عايش، يا تقطع رجليك مع ايديك، يا إما شهادة الراجل باتنين ستات، يا إما يعني لما تموت بنتك تاخد النص وابنك ياخد الجزء الكامل. ده شريعة هيدي اللي بتفرق حتى بين الأبناء نفسهم. فهو ده قصتي مع الإلحاد. وبعدين الحاجة المهمة
ان انا يعني انا عندي ابني، انا ما غصبتش عليه ان هو يبقى ملحد مثلا، وما غصبتش عليه ان هو يبقى يعتقد في دين معين، يعني امه مسيحيه، بس احنا اتفقنا ان احنا ما نعلمنوش لا المسيحيه ولا الاسلام، ان احنا نسيبه يختار بنفسه. ولما ابتدى الدراسه بالمدرسه وعلموه قال لك لا انا مش عايز اؤمن بالله. ليه؟ لا قال لك حكايه الحاجه الاله الخافي والحواديت بتاعه الجنه والنار دي بتخوفني، انا مش عايز اؤمن بده خالص. قلت له ده براحتك، وهي دي هو ده بالنسبه لي الحريه يعني، وده قصتي مع الالحاد. بالضبط، يعني الحريه اهم من كل شيء. يعني انسان كلياتنا معظم المتدينين الموجودين حاليا بالشرق الاوسط والعالم الاسلامي عموما، يعني اعتقد ولا ما اخذوا الحريه ولا نصف من المئة، يعني حتى يقرروا انه كانوا يريدوا يكونوا مؤمنين او ملحدين او ملحدين. على كل حال وعلشان موضوعنا، لانه موضوعنا شوي عميق يعني عميق. انا ممكن لو اقول حاجه بس على النقطه دي قبل ما نمشي، ان انا يعني بالنسبه للنقطه دي انا عارف ان هي قد ايه صعب جدا في الدول الاسلاميه والدول العربيه بصفه خاصه والشرق الاوسط ان الانسان يعلن الحاد، وعلشان كده يعني الحلقات بتاعت برنامجك والاخ احمد والاخ اسماعيل خاصه اللي هم في مصر والاخوه في الجزائر والعراق وتونس وسوريا، انا عارف ومقدر قد ايه صعب بالنسبه لهم ان هم يعلنوا الحادهم، لكن بالنسبه لي ده شيء كبير جدا جدا جدا، وان هم بيأثروا في ناس كتير جدا انه عندهم نفس الفكر، وبيقوموا وبيقولوا لهم انتوا مش لوحديكم، وبيساعدوهم. يعني العمل اللي بيعملوه الاخوه عمل في غايه الاهميه، وانا بالنسبه لي هنا يعني انا مثلا في بلد فيها حرية أنا مش خايف هيحصل لي إيه، لكن بالنسبة لهم كل اللي بيقولوه ممكن يتحاسبوا عليه جامد. فبصراحة يعني من خلال برنامج أنا بحييهم جدا جدا على الخطوات الجريئة اللي بياخدوها. تسلم، ونحن بنحييهم كمان، وأنا بحييهم بصراحة، شجعان وأيقونة للملحدين مثل ما بقولوا، وهن قدوة تموا للملحدين بشجاعتهم طبعا وبفكرة النية. على كل حال أخي عزت، خلينا نبدأ بموضوع الغزو الإسلامي. أنت كيف بتشوف كانت يعني حدثنا عن خلينا نقول حدثنا عن العلاقة بين الإسلام ومصر من عهد محمد إلى قبل الغزو الإسلامي لمصر، شو كانت العلاقة تربط بين مصر والحجاز؟ تفضل. قصة مصر مع الفتح العربي الإسلامي أو الغزو العربي الإسلامي، لا يعني هي مش قصة مصر بس، ده قصة معظم البلاد اللي احنا بنقول عليها دلوقتي البلاد العربية، زي فلسطين، زي سوريا، زي العراق، زي مصر، زي دول شمال أفريقيا، هي نفس القصة وهي نفس المأساة. وبتلاقي مثلا إن في تذبذب في الشخصية، ان الواحد مش عارف هل هو عربي ولا مصري، هل انت جزائري ولا عربي، ولا انت ايه بالظبط. يعني مصر حتى يقول لك جمهورية مصر العربية، للأسف الشديد. يعني انا لما كنت بدرس اثار هنا كنت بقول مصر ليست دولة عربية ولكننا دولة افريقية، والطلبة كانوا يبصوا لي كده انت بتقول ايه، لان ما فيش حد بيقرأ التاريخ الممتد ويعرف، لان كل واحد يقول لك ده هي اسمها Arab Republic of Egypt، جمهوريه مصر العربيه، طب انت عندك العربيه دي جايه منين؟ وللاسف تاريخنا يعني نفس الشيء، وسوريا يعني عندك بلاد الشام وبلاد الرافدين، وهي المشكله دي يعني هي مشكله تعريب الدول دي والقضاء على الشخصيه. انا مش عايز اسميها الشخصيه العراقيه، بس اللي هي الشخصيه المصريه ولا الشخصيه السوريه ولا الجزائريه ولا المغربيه، القضاء عليها وان هم بيحطوها دلوقتي في نطاق الشخصيه العربيه، لكن ده موضوع كبير جدا يعني. لكن التعامل بين العرب وبين مصر
مصر من ايام الفراعنه، مصر دوله يعني كانت منفتحه على العالم، وكانت دوله تجاريه، والاسطول المصري كان شرق وغرب. يعني لما تدرس مثلا تاريخ او اثار مصر القديمه تعرف ان الاهرامات مثلا استخدموا خشب في بناء الاهرامات، وكانوا بيجيبوا الخشب دون من لبنان، خشب الارز، يعني تلاقيه في الهرم بتاع دهشور بتاع الملك سنيفرو على سبيل المثال. فمصر في لها علاقات تجاريه بكل المنطقه دي وببلاد الشام. والعرب في قبل محمد، انا هقول الرسول علشان مش عايز الناس تحسب ان انا مثلا ايه بقلل من 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 الدين الاسلامي، ولا ان انا هنا، انا هنا اتكلم على تاريخ مصر واتكلم على احداث تاريخيه، انا ما بتكلمش على نقد لشخصيه معينه ولا دين معين. فقبل الرسول محمد يعني في علاقات تجاريه ربطت بين الشام او الحجاز وبين العرب، وفي ادله كثيره جدا ان عمرو بن العاص جه مصر في رحلات تجاريه وكان على درايه بمصر وبخيرات مصر، والقران نفسه ذكر مصر كذا كذا مره على قصه موسى وفي قصه يوسف، وازاي ان مصر وخيراتها فالعرب كانوا على درايه بكل الكلام ده. يعني وكان في يعني حتى في ما قبل التاريخ في مصر وبدايه الاسرات، كان في من فلسطين من المنطقه دي كان في تجار قاعدين في المعادي، ولقوا الاثار بتاعهم ولقوا المساكن ولا المقابر بتاعتهم كانت مبنيه بطريقه مختلفه عن المصريين، والاواني الفقريه بتاعتهم كانت مختلفه عن الاواني الفقريين. فكان في علاقات تجاريه بين المناطق دي. لكن لما بتيجي تتكلم مثلا عن بعد ثقافي وبعد حضاري، كان في اختلاف شاسع بين مصر وبين بلاد الحجاز. مصر انت بتتكلم عن حضاره تمتد لالاف السنين، بتتكلم عن نهر النيل هناك. يعني انا مش عايز اقول زي ما السادات كان بيقول، يعني دي شجره وخيمه للاسف يعني، بس كان في علاقات تجاريه بس. والعرب كانوا عارفين مقدره مصر وخيرات مصر، وهو ده داعي من الدواعي ان ليه العرب جم مصر. طب لو تحكي لنا يعني عن الوضع الديني والاقتصادي قبل الغزو الاسلامي لمصر، الوضع الديني والاقتصادي بس التغيير اللي صار اثناء الحكم الاسلامي. يعني مصر قبل الاسلام، انت عارف طبعا ان مصر مرت بعصور الفراعنه، وبعد كده بعد الاسره الثلاثين ابتدت العمليه تنزل شويه. بس مصر برضو في فتره تاريخها، عشان الواحد يكون منصف، مرت بفترات ازدهار وبفترات صعبه جدا. يعني بعد نهايه الدوله القديمه وفي الدوله الوسطى لما جم الهكسوس، بعد فتره مثلا بتيجي فتره ازدهار بتقعد حوالي 1000 سنه ولا بتاع، وبعد كده تيجي في فتره انحدار بتقعد حوالي 100 سنه البلد بتقوم تاني. يعني الهكسوس مثلا قعدت حوالي 100 سنه والمصريين قاموا تاني. لكن في قبل الفتح قبل او قبل الغزو العربي لمصر، كانت مصر تحت الحكم البيزنطي او الحكم الرومي، وجم الفرس طردوا الروم من مصر شويه صغيرين، والروم رجعوا تاني. كانت مصر في الفتره دي دوله مسيحيه، معظمهم مسيحيين، وفي اقل منهم كانوا لسه على حسب الديانات المصريه القديمه، لان مصر القديمه ما كانش فيها ديانه واحده، كانت متعدده الاديان. كل منطقه كان في لها اله، وكل مقاطعه لها اله، ومصر ككلها كان لها ايه زي اله كبير كل الناس بتؤمن فيه، كانت متعدده الالهه، وكان في حريه دينيه. يعني ما فيناش مثلا عندنا في تاريخ مصر القديمه تلاقي ان كان في تعذيب مثلا ولا في اضطهاد لفئه معينه علشان هم بيعبدوا اله معين. وحتى مثلا لما يجي يقولوا لك ان اخناتون وهو كان مؤمن باله واحد واله الشمس، ده مغير للتاريخ. اخناتون حتى لما دفن ابنه حط معاها تمثال بتاع اوزوريس، فازاي هو بقى كان واحد باله واحد؟ ما هو اخناتون بيقولوا لك ان هو كان راح نفس المدرسه الدينيه ولا المعهد الديني مع موسى. فعشان الواحد يعني بيقول الكلام ده عشان يربط ان اخناتون والله يعني الراجل ما كانش زي ما بيقولوا.
محمد كان في علاقات طبعا تجاريه برضو، وقلنا يعني محمد لما قامت الدعوه الاسلاميه بعت للمقوقس اللي هو كان زي الوالي الرومي او الحاكم الرومي على مصر، وزي بعت لمعظم الممالك اللي حوالين مكه، فبعت للمقوقس، وعارفين الرساله طبعا كلنا درسناها في المدارس، اسلم تسلم والكلام ده. فالمقوقس قال لك يا عم انت بتتكلم عليه، طب بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم مش عارف ايه، وراح بعت له 2 جريتين. محمد راح واخد واحده منهم اللي هي مريم، واللي هو جاب منها ابنه الولد الوحيد. انا مالي على صح؟ يعني اللي هو جاب منها ابراهيم، وابراهيم اللي هو اظن اخذ الولد اللي عند عائشة، قال لها مش باني، قالت له لا. ف جاب منها ابراهيم، وابراهيم مات وهو عنده 2 سنين. والقصه الشهيره ان القلب لا يحزن، ان العين لا تدمع، وان على فراقك لابراهيم لا محزنون. ما هو ده ابراهيم ابنه من ماريا القبطيه، وطبعا كان بشر بفتح مصر وقال لهم، يعني عندنا الاحاديث الواحد مش عارف هل فعلا احاديث صحيحه ولا لا، لان الاحاديث دي مشكله، علم لوحده مليان مشاكل لوحده. ان لو فتح عليكم الله مصر يعني خدوا منها جزءا كثيرا، لانهم خير اجناد الارض، وقال لهم يعني اوصيكم خيرا بالقبط، لان اهل صهر يعني اللي هو كان الله اعلم، ان هو انا ما اعرفش يعني، بيقول الله اعلم زي ما بيقولوا، ان هو هل تزوج ماريا ولا كانت جاريه، لان الاسلام لحد دلوقتي فيه وما ملكت ايمانكم والكلام ده. طبعا. وعايز برضو بمناسبه القبط، قبطي بتوعني مصري، قبطي يعني مصري، ليس لها كنانه دينيه، دلوقتي لها يعني مرتبطه بالمسيحيين اكتر، لكن قبطي يعني ممكن تكون مصري قبطي او مسلم قبطي. و يعني ايجيبتوس هيكوبتوس ايجيبت دي جايه من حوت كبتاح، حوت بمعنى بيت، كا اللي هو القاع والقرين، وبتاح كان الاله بتاع منطقه منف، فحوت كبتاح كان اسم المعبد بتاع الاله بتاح في منف، حوت كبتاح هيكوبتوس هيجوبتوس ايجيبت، ده التسميه بتاعتها. تسمية مصر الناس بتختلف عليها، هل هي تسمية عبرية أو تسمية مصرية قديمة، ده في اختلاف عليه، لكن المعلوم أن محمد كان ليه علاقات مع مصر، وبعت للمقوقس، والمقوقس بعت له جارية، ومحمد تزوجها، ومصر كانت مسيحية، وكانت اللغة القبطية اللي هي آخر مرة قديمة. يعني في واحد مثلا يجي يسأل يقول لك ايه، طب انت هتتكلم عن الغزو الاسلامي لمصر، طب ليه ما تتكلمش عن الغزو المسيحي لمصر؟ هل المسيحيه ما غيرتش الشخصيه المصريه زي ما الاسلام غير الشخصيه المصريه؟ ردي على كده ان المسيحيه دين، لكن ما جاش مع هجره. المسيحيه جات رساله مع واحد من الديسايبلز بتاعت المسيح لما جم مصر، لكن ما فيش ناس جم مصر بالمسيحيه بدين جديد، والمسيحيه لم تاتي لمصر بلغه جديده. يعني اللغه في مصر في الوقت ده كانت اللغه القبطيه اللي هي اخر مراحل اللغه المصريه القديمه، هي لغه مصريه في النطق، لكن مكتوبه بحروف يونانيه، هي دي القبطيه. وانا لما درست اثار انا درست لغه مصريه قديمه، درست هيروغليفي، درست هيراتيقي، درست قبطي، وكان لي الشرف ان انا اقرا بعض النصوص من اوائل النصوص الكنسيه في مصر عشان تتعلم اللغه القبطيه اللي هي ده. لان لو عايز تفهم ازاي تنطق اللغه الكلمات اللغه المصريه القديمه لازم ترجع اصلها للقبطي عشان تعرف تنطقها، لان كل النطق كله قبطي. لكن زي ما انت ما تكتب العربي بحروف انجليزيه، ما تكتب جان جي اي ان او عزت اي دبل زد اي تي، بس النطق لسه عربي، لكن الحروف نفسها انجليزي، وهو ده القبطيه. ف
فالمسيحية لم تأتي بلغة جديدة، لم تأتي بسكان جدد، ولم تأتي بالثقافة. في بعض الأخلاقيات اللي بتيجي من المسيحية، لكن تقارن ده للإسلام، لغة أول حاجة. لو أنا جيت دلوقتي احتليت مصر أو وفرضت عليها زي مثلا ما حصل، ما شفنا في شمال أفريقيا، ولا شفنا في دول كتير جدا، وشفنا هنا في أستراليا لما السكان لما الإنجليز لما جم أستراليا 200 سنة فاتوا، وكان في السكان الأصليين، الإنجليز جم بلغة جديدة، لما فرضوها على السكان الأصليين بتقطع الصلة بينك وبين حضارتك، لأن ما تقدرش تقرأ في الكتب بتاعتك تاني، فصلة التاريخ بينك وبين حضرتك اتقطعت. الإسلام حرم بص على اللي بنسميها الأوثان بتاعت المصريين القدماء، أبو الهول بقى وثن، الهرم بقى وثن، الحضارة دي كلها 7000 سنة بقت أوثان وبقت ناس كفرة. بس ليه؟ بيبص لك على قصة الدمار بقى اللي جابته الأديان للحضارة المصرية القديمة. القصة بتاعت موسى ده دمرت مصر القديمة، يعني مذكورة في المسيحية، مذكورة في الإسلام، مذكورة في اليهودية. المصريين يعني يقول لك أنا الإله الأكبر، فده واحد سوى نفسه، ده ناس كفر، ده إزاي هو يقول إله؟ أنا اشتغلت في الهرم فترة كبيرة، ليا أخ مش عارف هو يمكن يسمع الكلام ده دلوقتي ويزعل ولا بتاع، كان أصغر مني سنتين، فقلت له طب أنت ما جيتش زرت الهرم ليه؟ قال لي وانا هصرف 2 جنيه علشان اروح ازور شويه حجاره واصنام. هو ده الاسلام، فهو ده ده وقت الاسلام جابوا لمصر. لما العرب جم مصر، وتقرا في كتب التاريخ، اقرا في المقريزي، هتلاقي خيرات مصر قد ايه. وشوف بقى مصر في نهاية الغزوات، أنا بسميها غزوات إسلامية، لأن مش عندك مثلا عمرو بن العاص بس كده، عمرو بن العاص وبعد كده العباسيين وبعد كده الفاطميين وبعد كده كان صلاح الدين الأيوبي والمماليك وبعد كده العثمانيين بنهاية بمحمد علي، كانت مصر خلاص. نابليون لما جه مصر كانت 1797، هو قعد 3 سنين لحد 1801. العلاقة مصر عامل زي الخراب، الراجل ما كانش مصدق. لما كتبوا الكتاب وصف مصر، ده ايه التخلف ده؟ هو اللي العرب ده النتاج بقى، نتاج كل الغزوات دي. بالضبط. اخر غزوة هي غزوة الوهابيين، يعني حاليا غزوة الوهابيين في السبعينيات، وشوف بقى اللي بيحصل دلوقتي. لكن المشكلة يا اخي جان، ان التاريخ بتاعنا تاريخ مشوه. لما تيجي انت دلوقتي، لما تيجي انا الغرض من كل الحوار ده، وانا عايز الناس تفكر. انت درست درست تاريخ مصر، بس درسته من المنظور الاسلامي. لما تيجي تدرس حقوق ولا تيجي تدرس اي دراسه هنا، بتبص اي قصه ليها وجهين. انا لما اجي اقول لك ده انا اتخانقت مع فلان وحصل كذا وكذا وكذا، انت بتسمع القصه بتاعتي انا، الفيرجن بتاعت عزت، لكن ما بتسمعش القصه بتاعت التاني ده. طيب احنا نبص عايزين نشوف الغزو العربي لمصر، فلازم نشوف ايه؟ نشوف المصادر الاسلاميه بتقول ايه، وعايزين نشوف المصادر المصريه نفسها بتقول ايه. لكن كل اللي درسناه جاي من المصادر الاسلاميه، طبعا بتتكلم من المنظور الاسلامي، وبتتكلم من خلال عايزه زي ما نقول، معلش في اللفظ، يعني تلمع المنظور الاسلامي وتلمع الاسلام. تلمع يعني ما بده واحد يخجل منه، يعني التاريخ مزور. يعني انا مزور المقاطعه، نحن بسوريا الوقت اللي كنا بالمدارس ودرسنا، يعني كنا نعتقد التاريخ بلش من وقت محمد. قبل التاريخ، قبل محمد كان ما في تاريخ، ما كان في شيء، ما كان، كان عصور جاهلية على كل العالم، مو بس يعني الصحراء العربية، حتى عنا بسوريا، بمصر، بكل البلدان العالم يعني القديم كان موجود الإمبراطورية المصرية في عصر تحتمس الثالث امتدت من
حدود ليبيا ويمكن من بعد ليبيا لحد بلاد الرافدين، ومن النيل لحد جنوب السودان. دي كانت الإمبراطورية المصرية. وتشوف بقى يعني أي حد زار مصر ويشوف المقابر ويشوف المعابد. لكن حتى مثلا يعني مثلا تلاقي مثلا إيه رمسيس الثاني لما دخل معركة قادش وجه صور على جدران المعابد بتاعته إن هو كان منتصر، لكن لما اتعملت حفاير في قادش لقوا بقى الايه المصدر بتاع قادش، وطلع ان رمسيس الثاني نفسه كان اتهزم. فالمصريين يقول لك احنا انتصرنا، بتوع قادش يقول لك احنا انتصرنا، انت هتصدق مين؟ فاي اي حاجه تاريخيه، اي حدث تاريخي ليه جزئين. بص على مصر، طب دون الجزء الاسلامي، نبص على المصادر الاسلاميه، مين اللي كتب المصادر الاسلاميه؟ اهم مصدر عندك المقريزي. المقريزي دون حوالي 1300 وحاجه. العرب جم مصر 600 638، ده بدايه لما عمرو بن العاص جه مصر، يعني فتح مصر تم 641 ميلاديه، يعني خد 3 سنين. في 600 طب الكتابه والتاريخ ايوه. عندك بقى الكتاب بتاع يوحنا النقيوسي، يوحنا النقيوسي دون كان من رئيس الأديرة في مصر في الفترة دي. يوحنا النقيوسي مصري عاش الفترة بتاعت الفتح او الغزو العربي لمصر، وكتب كتاب عن تاريخ مصر وبلاد العالم، اسمه كده تاريخ مصر وبلاد العالم. لو اي حد يروح على جوجل ويكتب كتاب يوحنا النقيوسي ويعمله بي دي اف هينزل له الكتاب ده بقى اللي هو ايه المصدر المصري اللي كان معاصر للفتح. انا عمري ما سمعت عنه في المدرسه، وانا درست في ابتدائي واعدادي وثانوي وفي الجامعه، عمري ما سمعت عن يوحنا النقيوسي ده. ليه؟ الكتاب بتاعه هو كتبه بالقبطية والترجم لليونانية والعربية والترجم للغة الحبشية، الحبشية القديمة. والنسخ معظم النسخ بتاعته ضاعت، ولقوا من فترة النسخة الحبشية وترجمت للعربية وترجمت للإنجليزية، والنسخة الحبشية الأصلية موجودة في المتحف البريطاني، وفي نسخة تانية برضو موجودة في المتحف الاهلي في فرنسا. وهو ده المصدر المصري، وتقرا فيه فظايع عن اللي عمره عمرو بن العاص في احتلال القرى وقتل الناس وسلب الاموال والكنوز وسلب الاديره، وازاي ان هو كان بيجي يجمع الجزيه والكلام ده. ما بنسمعش الكلام ده ليه؟ لكن كل اللي بنسمعه ان المسلمين جوا مصر عشان الأقباط نفسهم كانوا عايزين المصريين عشان المسلمين يجوا عشان ينقذوهم من اضطهاد الرومان. طب تعالى نحلل الكلام ده. الأقباط في الوقت ده كانوا مسيحيين، الرومان كانوا مسيحيين برضو، بيختلفوا عن في العقيدة عن طبيعة المسيح، بس برضو لسه مسيحيين. فهل أنت هتتخيل إن يعني هنقارن، هنقول مصر زي المصري المسلم الشيعي والمسلم السني، انت هتتخيل ان الشيعة هيرحبوا ان اليهود ييجوا عشان يحموهم من السنة؟ لو ما قبلتش كده، طب ازاي بقى المسيحي عشان هو بيختلف مع مسيحي يوناني روماني عايز المسلمين ييجوا عشان يحموهم من الرومان المسيحيين؟ واحنا بنتكلم الاسلام ده، واحنا بنتكلم على سنه كام؟ احنا بنتكلم على سنه 19 هجريه. يعني الاسلام في الفتره ده كان لسه دين جديد، ما كانش تبلور بالطريقه اللي احنا شايفينه بيها دلوقتي. احنا كان لسه عندك عمر بن الخطاب، كان لسه ما اتقتلش. ما كانش لسه في فتنه عثمان. وما كانتش فضايح معاويه. فالاسلام كان لسه دين، يعني الاسلام ما كانش بالصوره اللي هو ايه الدين السامح، الدين اللي هو متاصل علشان المصريين يعتقدوا ان هم ان العرب ولا الاسلام هينقذهم من حكم الرومان.
فتقرا يعني، يعني تقرا مثلا المقريزي الجزء الاول، لا يعني خاصه في الصفحات، انا بصيت في الكتب دي عشان اجيب صفحات معينه، صفحه 140 و141 ومش عارف ايه، الجزء بيتكلم لك عن فظائع اللي عملها عمرو بن العاص في مصر. يعني عثمان بن عفان لما جه وحب ان هو بقى خلاص عايز عمرو بن العاص يقود الجيوش وما يبقاش ولي مصر بعد كده، فحب ان هو يحط عمر بن عبد الله بن سعد على الخراج، يعني على جمع الجزية. رد عمرو كان ايه؟ قالوا ازاي؟ انت كده بتخليني زي اللي ماسك البقرة لمؤاخذة يعني من قرنها واخر يحلبها. ودي كانت مصر بالنسبة لهم، واحد ماسك بقرة والتاني بيحلبها، يقول له وانا اجي وافتح مصر وبعد كده انت عايزني اخد الجنود وما بقاش الولي تاني، وعايز تمسكها الواحد هو ياخد، هو اللي يجمع الجزية، فانا زي اللي ماسك البقرة من قرنها واخر يحلبها. ان مصر بالنسبة لهم كانت بقرة فلوس، لان عندنا عندك مثلا ايه، كل الناس فاكرة الكلام ده طبعا درسوه بتاع، ان في خلال الفترة الحكم الروماني كانت مصر بتطعم كل الإمبراطورية الرومانية بالقمح. احنا من أكبر مستوردة لكل حاجة يعني، وعندهم قلع يمكن يفضلهم لهم 4 شهور، لكن في الفترة دي مصر كانت بتطعم كل دول الإمبراطورية الرومانية كلها بالقمح. وهو العرب جم مصر مش بغرض نشر الإسلام ومش بغرض إن الأقباط كانوا مظلومين، العرب جم مصر علشان واحد لما فتحوا فلسطين والشام الحمية الرومانية فرت على مصر، فكان غرض عمرو بن العاص ان هو يجي ان هو عايز يحمي ظهره، هو دلوقتي لسه فاتح فلسطين والشام، فهو خايف ان الرومانيين يهاجموا من ناحية مصر. نمرة اتنين ان مصر دولة خيرات، وانت عندك الدولة الإسلامية ابتدت تنمو وابتدت تغزو، فانت لما عايز تغزو فانت انت عايز ايه؟ انت عايز فلوس عشان تقدر ان انت توفر الاقتصاد للماكينة الحربية اللي ابتدت تشتغل. ما انت هتكون جيوش منين؟ هتصرف على الجيوش دي ازاي؟ انت بلد، انت السعودية هي معلش يعني الجزيرة العربية في الوقت ده كان فيها ايه؟ ما كانش فيها حاجة، هي تجارة. طيب انت لو في حروب مفيش تجارة، لان الحروب الدول اللي انت بتحارب معاها بتقطع التجاره معاها، هتتاجر معاها ايه؟ والدول الثانيه بتخاف لان الطريق غير مؤمن. فكان فتح مصر كان لتامين سوريا والشام، فلسطين والشام، وكان السبب الثاني سبب اقتصادي بحت ملوش دعوه بالدين، لكن احنا كل اللي تعلمناه محبه الاسلام وان الدين الاسلامي لم ينتشر بالسيف ولا طب ما انتشر بايه؟ هم العرب لما جم لمصر اي دولة العرب دخلوها اسلم تسلم، مش هتسلم تدفع الجزية، مش هتدفع الجزية يبقى الحرب. فأين الاختيار؟ انا كل اللي عايز الناس تفكر، بس فكر، ما تاخدش اللي انا بقوله ككلام مسلم، ما تاخدش الاخ جان يقوله ككلام مسلم، بس اعمل العقل، ولما تقرا اقرا من المصادر وافهم. يعني انا شايف على الانترنت وعلى المواقع بتاعتكم الناس شغاله على نظريه داروين، وداروين عمل زي ده وده، والناس اصلا وتلاقي والشيخ فلان قال لك مش عارف ايه، طب انت قريتها؟ يقول لك انا ما قريتهاش، ده واحد قال لي. اقرا اقرا، عايز تعرف عن مصر، عايز تعرف عن تاريخ بلادك كمصري، اقرا اقرا تاريخ بلادك. لكن احنا اتعلمنا يوحنا الناقيوس ده مسيحي ما تبصلوش. طب ما هي مصر في الفتره دي كانت مسيحيين، وانت التاريخ بتاعه بتاع المقريزي مكتوب بعدها بحوالي 700 سنه، وابن الجوزي مكتوب بعدها بحوالي 500 سنه، وكله وحتى المقريزي نفسه حاطط حاجات كتيره جدا عن عمرو بن العاص وعن العمليات الرهيبه اللي استخدمها في جمع الجزيه وتدمير القرى والكلام، وعندك
الحادثة الشهيرة لما كان في سباق للخيل بين ابن عمرو بن العاص وقبطي، والقبطي سبق ابن عمرو بن العاص فراح ضربه، فراح المصري راح المدينة واشتكى لعمر، فعمر جاب ابن عمرو بن العاص وجاب عمرو بن العاص وقال له أمهاتهم خلقتهم أحرارا، إمتى أنتوا استعبدتوا الناس دي؟ يعني معنى كده إن هم كانوا بيعاملوهم وحش. ف الواحد لازم يقرا عشان يفهم تاريخ بلده، ما ويسيبه من حكاية الدين، ما يدخلش الدين في التاريخ. لو انت عايز تفهم بالظبط ازاي الاسلام انتشر في اي بلد من البلاد العربية، وانا زي ما قلت الاول ان تاريخ مصر صورة مقررة من تاريخ معظم البلدان اللي بنقول عليها بلدان عربية دلوقتي، زي سوريا ولا العراق ولا فلسطين ولا الجزائر ولا المغرب ولا ليبيا ولا مصر ولا السودان، افريقيا. ده عمر بن الخطاب ما كانش عايز عمرو بن العاص يجي مصر خالص، ما كانش عايز ان هو بعد ما فتح سوريا الشام وفلسطين ما كانش عايزه يجي، قالوا لا احنا مش عايزين نخش افريقيا لان افريقيا مفرقه. ولما عمرو بن العاص صار بجيشه، عمر بن الخطاب بعت له كتاب يعني جواب عشان يرجع. فعمرو بن العاص كان داهيه، وفي احداث كتير جدا على نفاقه السياسي، وبيسموه دهاء ذكاء، بس ده نفاق سياسي. ما رضيش يستلم الجواب لانه هو كان حاسس الجواب ده كان فيه ان الخليفه هيساله ان هو يرجع المدينه تاني، فما رضيش يفتحه غير بعد ما دخل الفارما بعد سينا. ففتح فلقى الجواب من الخليفه عمر بيقول له لو ما دخلتش مصر ارجع. فقال لاصحابه اللي هو احنا فين؟ قالوا له احنا في فارما. احنا فين دلوقتي؟ في مصر. خلاص فما نرجعش بقى. فيعني هي دي المشكله بتاعت مصر. طيب اخي عزت، يا ريت حدثنا عن تاثير الغزو الاسلامي لمصر على الشخصيه المصريه، كيف اثرت الاستعمار، خلينا نقول الاستعمار بصراحه، واستعمار يعني استيطاني لمصر ولبقيه الدول اللي غزاها الاسلام، يعني شو تأثير الإسلام الشخصية المصرية؟ تفضل. التأثير نبص عليه من كذا ناحية. أول حاجة الناحية اللغوية، العرب أو الإسلام القوة بتاعته في اللغة، يعني لأن الإسلام لما يعني القرآن لا تقدر إننا يعني تقدر تترجمه، لكن عشان تصلي وعشان تبقى مسلم لازما تقرا بالعربي، لازم تصلي بالعربي، لازم تقرا القران بالعربي، فبيفرض عليك ان انت لازم تتعلم اللغه العربيه، ما تقدرش تبقى مسلم من غير ما تتكلم العربيه. فإجبار المصريين اللي هم دخلوا في الاسلام اللي هم ما قدروش يدفعوا الجزيه، وانا في تعليق انا قريته من الاخ احمد فؤاد بيقول لك انا مش ذنبي ان انا جدي ما قدرش يدفع الجزيه وقرر ان هو يدخل الاسلام، فعلشان كده بقيت مسلم. وهو ده فعلا كتير، ناس كتير جدا، احنا اتولدنا مسلمين، احنا ما حدش فينا اختار يبقى مسلم. المهم، فاول حاجه في الاسلام ان هو وتاثيره على الشخصيه العربيه المصريه ان هو فرض لغه جديده. يعني انت بس ايه، انت لما بتيجي بتعتنق لغه جديده ولا دين جديد، الحضاره بتاعتك ما بتموتش وعاداتك ما بتموتش. فتبص على اللغه المصريه العاميه المصريه، مش اللغه الفصحى، العاميه المصريه بتتميز عن بقيه العاميات او اللكنات او اللغات العربيه المستعمله في جميع البلدان العربيه. ليه؟ لان هي خليط من اللغه المصريه القديمه ومن اللغه القبطيه ومن العربيه. العاميه اللي انا بكلمها دلوقتي ده خليط من الكلام ده كله. على سبيل المثال تلاقي في كلمات كتيره في اللغه المصريه العاميه كلمات مصريه قديمه، زي كلمه ست، زي كلمه ست، ست بمعنى سيده، ست في تجيب
ست في مصر القديمة هي ست في ال ما هي معنى ست اللي هي سيدة ست ست في مصر القديمة ست وفي العرب المصري ست. تعبيرات زي مثلا يقول لك ايه، انا قعدت اجري، ده واحد سرق مني البتاعة دي وانا قعدت اجري وراه. طب انت ازاي تقعد وتجري؟ ما ينفعش، صح؟ فالمصري القديم كان عنده حاجه اسمها حاء، ايه يعني حاجه في التركيب بتاع الجمله اللي هي ايه، قعدت اجري معناها ان انا جريت وراه بدون ان انا اقف، الاستمراريه. والمصري دي زي ما يقول لك مثلا انا نازل مصر، يبقى مثلا قاعد في الحلميه ولا المعادي يقول لك انا نازل مصر. طب هو انت جاي او انت قاعد في حته بعيده؟ لا انا نازل مصر، لان مصر بالنسبه له هي القاهره. المصري القديم كان كده برضه، تلاقيه مثلا جاي من وادي النطرون من ناحيه الفيوم علشان يبيع ملح ولا بتاع، يقول لك ايه؟ I am going down to Kemet، انا نازل لمصر. لمصر. انا كان نفسي اتكلم عن 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 الاسماء بتاعت مصر وبتاع، لان تشوف مثلا هم المصريين حبوا مصر قد ايه وشافوا مصر خيراتها قد ايه والكلام ده كله، لكن مفيش مجال الوقت ده. فاول حاجه اللغه، اجبار المصريين على تعلم وتحدث لغه قطعت العلاقه بينهم وبين حضارتهم القديمه. الاسلام نفسه ونظريه الاسلام للدين المخالف للمسيحيه لليهوديه وللديانات، الاسلام لا يعترف غير المسيحيه واليهوديه وممكن يكون الصابئيه، يعني في بعض الايات يقول لك هو الصابئين وبتاع، لكن الديانات اللي قبل كده اللي هي غير الكتابيه بيبصوا لها ان هم كفره. فالنظريه بتاعت المسلم المصري للحضاره المصريه القديمه بيبصوا لها على انهم كفره وعبده اوثان، وان الواحد يستعر منهم، ان هو مش عايز يبقى ليه صله بينهم. وده طبعا قصه، عندك قصه موسى، عندك مع فرعون، عندك قصه يوسف مع العزيز وامراه العزيز، فده كان ليه اسلوب، يعني كان ليه ايه الكلمه اللي عايز اقولها بالعربي، كان ليه تاثير سيء جدا على الـ على الـ على الشخصيه المصريه. الشخصيه اتغيرت، ومن القوة بتاع الإسلام إن هو بيذيب الفوارق بيني وبينك. أنت سوري من منطقة الشام، أنا مصري، إحنا مختلفين حضاريا، لكن لما تبقى مسلم، أنت مسلم وأنا مسلم، الفوارق دي بتزوج، مفيش فرق بين لونك الأبيض ولا لوني الأسود ولا عينيك الخضراء ولا إحنا الاتنين من غير شعر، فده مفيش ملايين. أنا عايز بس الناس تضحك شوية. فإيه الاسلام يقول لك ايه؟ لا فرق لعربي على عجمي الا بالتقوى. فانت دلوقتي يا مصر دخلت الاسلام، فانت زي زيك، عشان تلاقي كده ايه؟ مسلمين يروحوا يحاربوا في الشيشان ولا يحاربوا مش عارف فين ويطلعوا فين. الاسلام بيوحد ما بينهم. ده على السيرفس، على السطح. لكن في الحقيقه الاسلام لسه كدين عنصري. وكان في اخ من العراق على ما اعتقد كان بيتكلم على لا الاخ دانيال كان بيتكلم على العنصريه في على ما اعتقد العنصريه في في الدين بتاعه، وهو غطى الكلام ده كويس جدا. يعني الاسلام دين عنصري بين الاتباع نفسهم وبين العربي وغير العربي وبين الراجل والست والكلام ده كله، وحتى بين الانبياء نفسهم. الانبياء كلهم سواسيه، لكن محمد سيد الانبياء. حتى ده اثر، يعني تاكل بايدك اليمين واليسار مال علاقه، تدخل بايدك اليسار مال علاقه، يعني تحس ان انت نعم. علشان كده تلاقي معظم المسلمين زي كده، مثلا اتربوا مسلمين واتولدوا مسلمين، ما بنستخدمش ايدينا الشمال، تحس ان هي ملهاش لازمه، تحس ان هي مشلوله. يعني لو اتعورت في ايديك اليمين وانا دراعك اليمين اتكسر مره، ما بقتش عارف اعمل اي حاجه، انا مش عارف استخدم ايدي الشمال. ليه؟ لان الاتولاء حرام. فكان تاثير على الشخصيه المصريه ان هو ايه، من ناحيه اللغه، من ناحيه الدين بعيدهم طبعا وقربهم من الاسلام وعربهم. واحنا نبص ان ازاي عبد الناصر لعب في العمليه دي كويس قوي جدا بعد الثوره وبتاع، لما غير الاسم بتاع مصر اللي
جماهير جمهورية مصر العربية ان هو والقومية العربية ان هو حاول يتقرب من ان هو حاول ان هو يعمل تكتل، بس تكتل مع مين؟ الدول الأفريقية تعبانة وامريكا بتكرهه واوروبا بتكرهه، فمالوش غير العرب، والعرب عندهم بترول، فايه اللي يربطنا بيهم؟ اللغه والدين. طب خلاص تعالى احنا نغير الاسم بتاع مصر، خليها ايه؟ الجمهوريه العربيه، ونخش مع سوريا خليها الجماهيريه العربيه المتحده، ولا دي عربيه ولا دي عربيه، بس عشان يحسسهم ان احنا ايه؟ كيان واحد. مهزله للاسف، مهزله. اخي عزت، يعني هو المسلمين بيدعوا انه عندهم حضاره عبر التاريخ وحضاره صرعونا فيها وام الحضارات وهالحكي المزور للاسف. برايك يعني ماذا اضاف الغزاة المسلمين لمصر من حضاره خصوصا ولشمال افريقيا عموما؟ يعني طبعا احنا عايزين، طبعا لما يكون في حضاره بيكون في مقومات حضاريه. بالضبط، فين المقومات الحضاريه اللي كانت عند ما احنا عايزين نشوف فين الكتابات؟ فين الآثار؟ كل اللي عندنا يمكن سد مأرب ولا بتاع ده من اليمن، وده ملهاش دعوة بالعرب ولا الإسلام. المسلمين زي ما احنا قلنا ان هم جم مصر 19 هجريا، وتم فتح مصر بالكامل حوالي 21 هجريا، يعني من 638 لحد 641، خدت 3 سنين. ما هو ده برضه بيرد على اللي يقول لك الإسلام جه مصر بطريقة سلمية، في احتلال سلمي هياخد 3 سنين ولا العموم؟ فين 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 المقاومات الحضاريه؟ ما احنا عايزين نشوف المقاومات الحضاريه. يعني مصر من اقدم الحفريات اللي عندنا في مصر مثلا من الانسان وبتاع، يعني عندنا من 35,000 سنه. انا كان في اقدم من كده، بس احنا عايزين نقول ان هو اقدم حاجه اكتشفت لحد دلوقتي، لان الفراعنه نظفوا حاجات كتير. الزراعه في مصر على الاقل خالص 8000 سنه ولا 7000 سنه. لما نتكلم على المعتقدات الدينيه في مصر القديمه، خد بقى متون الاهرام وكتب الموتى والتوابيت والكلام ده كله، و الادعيه بتاعت امون لاله الشمس، اثار اكتر من 90% من اثار مصر لسه مدفون، لسه اكتر ما طلعش. طب احنا عايزين بقى نشوف العرب جابوا ايه لمصر. كل اللي بنسمعه عن الحضاره الاسلاميه بنسمعه بعد الغزوات دي. مين هم المفكرين الاسلاميين؟ هتلاقوا كلهم جايين لك مثلا يا من سوريا، يا من العراق، يا من الحته اللي هي بتاعت افغانستان وطشقند والحته دي، كلها ناس جايين من البلاد دي، كتبوا في الهندسة وكتبوا في الجبر وكتبوا في التاريخ وكتبوا في الدين، كتبوا في الدين من المنظور الإسلامي، لكن العلوم بتاعتهم لو درستها هتلاقي العلوم بتاعتهم جاية من حضارتهم هم. يعني أنا في كتب عندي عن الطب في مصر القديمة، عن الهندسة في مصر القديمة، تلاقي في برديات فيها التريانجل المثلثات وبتاع. شوف الاهرامات اتبنت ازاي. العلوم دي جايه من البلاد اللي احتلت، مش العلوم دي اللي مش عاملها العرب ولا المسلمين. برايك هون، يعني في نقطه هون، برايك يعني عمر بن الخطاب لما امر بحرق مكتبه الاسكندريه، شو كان هدفه؟ شو السبب يعني انه يامر بحرق مكتبه؟ هو على عشان الحقيقه تقال، يعني ان موضوع حرق مكتبة الإسكندرية ما نقدرش نلوم عليه العرب لوم كامل، عشان الواحد يعني يكون صريح. جزء هم حرقوا جزء، وكان جزء قبل كده، لكن في مصادر تاريخية كتير جدا بتقول إن العرب حرقوا جزء كبير من مكتبة الإسكندرية. أنا ما أعرفش دفعوا إيه، غير ان معظم من الكتب دي لا تتفق مع الدين الاسلامي. لان انت عارف ان الدين عامة، وده شفناه برضو في المسيحية، الدين عامة بيخاف من العلم، ولما ما لا يتفق مع العلم الهرطقة فكانوا بيحرقوه، علشان سوري ان هو خايف على ان 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 لان بيشوف دون
اللي مكتوب والعلم ده بيشوفه ان هو تهديد للدين، تهديد مباشر للدين. نتاج الملحدين دلوقتي ليه؟ الملحدين وجدوا في كل عصر، لكن ليه دلوقتي طالعين؟ ليه دلوقتي؟ لان احنا دلوقتي في عصر العلم، العلم دلوقتي بقى كبير جدا. احنا طالعين دلوقتي ليه؟ علشان الانترنت. العالم كله بقى جزء صغير جدا، ان احنا نقدر نتواصل، والعلم يقدر من البحث اللي يتعمل في استراليا في دلوقتي تسمع عنه دلوقتي. فالعلم بينتشر بصوره رهيبه. الدين بيخاف من النقطه دي. ما الدين بيتكلم عن خلقت الانسان وخلقت الارض والسماء في سته ايام، وما نعرفش بقى الايام بقى سنه ولا شهر ولا 100 سنه. ما المشكله المفسرين كل واحد بيفسر على مزاجه. ما القران ما فيش تفسير، والقران يديك واحده اي يمين واي شمال. يقول لك ايه؟ ولا تزر وزرة وزر اخرى، لكم ولكم دينكم ولي دين. وبعد كده ده بيقول لك ايه؟ ان كل واحد مسؤول عن نفسه، وكل واحد له حريه الاديان. تيجي تقول له طب خلاص يا عم انا بقى مش هامن، انا كنت مسلم لا، انما الدين عند الله الاسلام. وما كان عيسى نصراني، يعني بيقول لك على عيسى ان هو ما كانش نصراني، وهو اصلا نصراني، يعني هو ايه يهودي واسس المسيحيه، يقول لك لا ما كانش. ما الواحد بقى مش فاهم بقى هو ايه اللي يعني يديك حاجه باليمين وياخدها بينك بالشمال. وبعد كده تقول لهم ده في حاجات، يقول لك لا ده ما فيش تناقض وناسخ ومنسوخ، ويدخلك ايه في علم تاني. يعني عشان تفهم القران لازم تبقى ملم ب 20، يعني ما تقدرش تبقى مسلم كده وخلاص. لازم تبقى ملم ب 20 علم علشان تبقى مسلم، علم الحديث والفقه وال الناسخ والمنسوخ. ايه يا عم؟ فالعلم بيهدد الدين تهديد جامد جدا جدا، لان العلم بيفتح دماغك، بيخليك. هو العلم ليه العلم؟ العلم لان من مقومات العلم البحث والتحليل والنقد، وبعد كده بتنسى بتوصل لنتيجة. وهي دي مراحل الشك عند أي ملحد، بتبتدي شك، بحث، تحليل ونقد، وبعد كده بتوصل لنتيجة. والنتيجة إيه؟ إن بترمي الكتب دي على جنب. بالضبط. يعني أنت بص، أنا عندي القرآن، وعندي الإنجيل بالعربي، وعندي الإنجيل كينج جيمس، وعندي القرآن نفسه. بتقرأ من الكتب دي عشان تقدر تفهم، لأن لا ما تقدرش تنقل ده ولا ده، لأن الواحد ما بيقراش بغرض النقد، الواحد بيقرا بغرض إن هو يتعلم. وبعد كده توصل بقى لنتيجة. Origin of Species. Very 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 old copy. ماركس. حتى أنا درست ماركس هنا في الجامعة. يعني تتشعب، وهو ده العلم. بيهدد الدين. الدين قائم على ثوابت فيث، ثوابت وخلاص. ما تسألش، ما تقدرش تسأل. زي ما تقدر انت تبني بيت من غير اساس جامد، ما تقدرش. لو بنيت البيت من غير اساس جامد، اول ريحه تيجي هتروح حداه. فمعظم الايمان بتاعنا قائم على اساس هش واهي. العلم بيجي بينسف الاساس ده من جذوره. الاديان ما لا اساس، يعني اساس وهمي، الاساس هو وهم. انا درست ما قبل التاريخ، فدرست بدايه الانسان، يعني درست نظريه التطور وازاي الحيوانات وبتاع، وازاي الانسان وصل ومراحل تطور الانسان والكلام ده كله. وكنت بتشوف ازاي الدين ابتدى يظهر، ولاده الدين. ليه الدين؟ قال لك ان خوف الانسان من الموت هو كان سبب ان هو يخترع الدين، لانك انت عايش لك 50 60 سنه 30 سنه 40 سنه. طب هي كده خلاص؟ مفيش بعد كده حاجة؟ الإنسان البدائي مش قادر يستوعب.
فتلاقي ايه رسوم الكهوف التاميرا وفي فرنسا وفي اسبانيا وفي شمال افريقيا وفي ليبيا وفي مصر على الصخور برضو، كانت ابتدت بالتاميرا وفرنسا، كانوا اسبانيا وفرنسا كان يرسم لك الحيوانات وهو بيطعنها، يقول لك ايه ده، ولو طعنها في الصورة ان هو هيقدر يصطادها في الحقيقة. وتيجي اجيال بعد اجيال ترسم وترسم وترسم، والانديجينس هنا السكان الاصليين هنا اقدم سلالة بشرية، تاريخ بشري 60,000 60,000 سنة عايشين، ما فيش انقطاع ولا في رسول ولا في بتاع من 60,000 سنة. اشمعنى الناس دي بقى ربنا غضب عليهم ما بعت لهمش حاجة يعني، ولا هم يعني؟ طب ليه محمد وموسى وعيسى كلهم بقى الحتة بتاعت مصر وفلسطين دي وسوريا من اول ابراهيم، هم دول بقى شوية الرعاة، دول هم بقى المختارين، والناس بقية الناس كلها ما لهمش لازمة؟ ما يعني يعني ليه؟ قال لك ايه؟ قال لك اذا كان الله، ماذا كان يفعل الله قبل ان يخلق الخلق؟ وان كان الله لا يفعل شيئا، ليه ما استمرش ان هو ما يفعلش شيء؟ لانه هو قرر ان هو يخلق. الديانة تقول لك ليه؟ ان الله موجود منذ الازل، دايما موجود. طب ليه كده من فترة كده كم مليون سنة لك احنا نخلق بقى ونعمل لهم جنة ونار ونعمل لهم بقى ايه ملائكة ونعمل لهم شيطان ونعمل لهم مش عارف ايه؟ تحس كده ان انت ايه، لا ونجيب واحدة يظهر انه مل من القعدة فبده يتسلى وجابنا. معلش انا اسف في التعليق، بس انا اسف جدا جدا يعني في التعليق، تحس ان شغل حشاشين، ان وانا هجيب لك واحده بقى ومن غير ما راجل يلمسها هي هتحبل وبعد كده تولد، لا واحنا نصلبه بقى ويموت وبعد كده يحيى ابتلاء، ويجي التين التاني يقول لك لا وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، لا وعايزين صاحبه ده يطلع على البراق. طب ايه البراق ده يا عم؟ قال لك ده حيوان خرافي بقى وليه اجنحه ويطلع السماء ويطير ويمر على الجنه والنار والسبع سنوات وسبع سماوات ويجي تاني. تحس ان انت حتى الف بتوع الف ليله وليله ما قدروش يعملوا الخيال، الخيال ده. وعايزك ان انت ايه في سنه 2015 بعد ما الناس طلعت القمر انك اصلا تصدق بيه. ولو يعني جه المفتي يقول لك ايه ان الزوجه اللي جوزها يسافر وبعد 4 سنين يجي، بعد 4 سنين لو ولدت بعد ما ابنه، يقول لك ان هي ايه، ان في بعض النصوص ولا التاريخ ولا بتاع يقول لك ان المرأة ممكن تحمل 4 سنين. ليه؟ في ايه ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ من التراث الاسلامي، من العلوم الاسلاميه العطره يعني الرائعه. وده كان مفتي، ده كان مفتي علي جمعه، مفتي مصر، يعني راجل ليه كيان ديني كبير. انا يعني في الحقيقه لو المسلمين يقروا، انا ليه بتكلم على الاسلام؟ لان هو الدين اللي انا كنت بنتمي ليه. انا ما اعرفش كتير جدا عن المسيحيه عشان اقعد انقد في المسيحيه، لكن في واحد تاني ممكن يجي ينقد المسيحيه. انا بتكلم على الاسلام مش عشان انا بهاجم الاسلام، ده الدين كنت بنتمي، هو ده التعليم اللي كنت بنتمي ليها. اقرا الاسلام واقرا تاريخ المسلمين واقرا التفسير وهتشوف هو ده الاسلام، هو ده. يعني المسلم مش هيصدق. احنا معظمنا يعني معظم الناس عندها قشور عن الاسلام، اللي هو بيخش الجامع السلام عليكم ويوم الجمعه وخلاص على كده، انت هتعتبر ده مسلم؟ ده انما ده ملوش دعوه. بس انت بتؤمن بخرافات، ولازم الواحد يعني الايمان لازم يكون قائم على معرفه، علشان الاسلام بيؤمر، الدين بيؤمر منك ايه؟ الدين بيؤمر منك ان انت تطيع، بيؤمر بيحط عليك اعمال معينه لازم تؤديها واعمال معينه لازم ما تؤديهاش، حلال وحرام.
فلما دام هتلتزم بالحلال والحرام فلازم أن تفهم انت ليه الحلال ده جاي منين وليه الحرام ده جاي منين، وهل ليهم they make sense، يعني هل تفكيرك العقلي يتفق مع ده؟ انا لما بقرا الكلام ده وما بحس، يعني انا لو اقتنعت بالكدون انا يعني بظلم نفسي. بالضبط، يعني بظلم نفسي. التفكير الغيبي تفكير عاجز، يعني التفكير غير منطقي، لذلك نحن بنرفضه. طيب اخي عزت، انت كمصري شو هو موقفك من الاسلاميين من الحكم الاسلامي وتعريبهم بالقوه لمصر، يعني للغه المصريه حتى؟ انا حزين، حزين، لان انا لما تحس ان بلدك ضاعت منك، تحس ان قوميتك ضاعت منك، الناس تقول عليك عربي وانا لا يربطني بالعرب غير اللغه والدين، انا دوله احتلتني وفرضت علي دين معين وفرضت علي لغه معينه، هو ده يعني احنا دلوقتي يقول لك ايه لما تيجي فرنسا وتقعد تحارب ولا بتاع ولا اللي حصلت في فرنسا، يقول لك يا وانت يا اخي انت انت حاطط لي علم فرنسا ليه على الفيسبوك بتاعك؟ انت نسيت فرنسا عملت ايه في الجزائر؟ طب وانت نسيت العرب عملوا ايه في الجزائر؟ انت نسيت العرب عملوا ايه في مصر؟ ما انت بتقول على نفسك عربي، انت ليه ما بتقولش على نفسك جزائري؟ ليه ما بتقولش على نفسك مغربي؟ لانه خدوا ده منك، ده سرقوه منك، ان انت ما بقتش عارف قيمه نفسك ايه، ما بقتش عارف انت ايه. انا ما بقولش يعني ان احنا نخلق طوائف، لا، انا بقول ان الواحد لازم يعرف تاريخه، ان في الاول وفي الاخر الاسلام اتفرض علينا وعلى اجدادنا، وتاريخ اجدادنا اتسرق مننا، واتحطينا في موقف ان احنا نخجل ان احنا نقول ان احنا مصريين، وان احنا نخجل ان احنا نقول ايه ان ده تاريخنا. وهو دي اكبر مشكلة العرب عملوها، ان بيخليك تخجل ان انت تبقى سوري، بيخليك تخجل ان انت تبقى عراقي، وان انت تتكلم عن حمورابي. حمورابي ان كل الدول الاوروبية يقول لك مؤسس القانون. للأسف، للأسف يا اخي، للأسف شيء يعني فلو اتكلمت الكلام ده يقول لك انت بتنادي بالفرقة، وانت بتنادي مش عارف. لا، يعني احنا عندنا هنا يعني الانجليز جم استراليا من حوالي 200 سنة وضيعوا وقضوا على كتير جدا من السكان الاصليين، والسكان الاصليين لحد دلوقتي بيحاربوا، يعني مش محاربة بالسيف ولا بتاع ولا لا، بيحاربوا بالاعتراض الحكومة علشان ان هم يعترفوا بيهم في الدستور الاسترالي. ويمكن يكون الانتخابات الجاية هيبقى فيه زي ريفرندم اللي هو استفتاء على حقوق، ازاي ان احنا نعترف بحقوق السكان الاصليين في الدستور، وازاي نكتبهم في الدستور. ليه؟ لأن هم حاولوا إن هم رغم فرض اللغة عليهم ورغم فرض الديانة المسيحية عليهم، إن هم حاولوا يتمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم. لما الإنجليز جم هنا كان في أكتر من 5000 لغة بين السكان الأصليين، ما بقاش منهم غير حوالي 250 لغة، ولغتهم مش مكتوبة، ده لغة مقروءة بس، وبجيل بيديها للجيل الثاني عن طريق التعليم الشفهي، وهي دي اللغات بتاعتهم. فأنا كتبت بحث هنا في الجامعة قارنت بين إزاي العرب دخلوا مصر والمعاملة اللي عملوها لمصر، وإزاي الإنجليز دخلوا أستراليا والمعاملة اللي عملوها للسكان الأستراليين، عشان تقدر تفهم إن هي نفس عملية الاستعمار. هو استعمار ليه مراحل، وكلهم بيعملوا بيقوموا بنفس المراحل دي. وانت لو قريت تاريخ سوريا هتشوف نفس المراحل اللي مرت بيها مصر، وده للاسف. يعني روح زور منطقه الهرم يا اخي، معلش يعني بقول لك يا اخي كده كتعبير مصري، زور منطقه الهرم وشوف المصريين بيعملوا ايه.
اللي واخد لك حلة محشي وعيد لك ياكل ومش عارف ايه، واللي يقعد يشخبط لك، ما عندهمش حس تاريخي ان دي حضارتهم ولا دي لها قيمة. الاسلام هدم ده فيهم والعرب هدموا ده فيهم. يعني انا طبعا تفضل، انا مش عايز ان حد يفهمني ان انا بهاجم العرب، يعني انا بتكلم على الاحتلال العربي في فترة معينة، ما بتكلمش عن العرب دلوقتي. فالأخوة العرب يعني لهم احترامهم وتقديرهم يعني. انا بتمنى، يعني بتمنى لو كان مثلا العرب، ما عندي مشكلة بصراحة لو مثلا جايبين بالفعل حضارة. هلا مثلا الانجليز لما راحوا استراليا، هلا استراليا جنة يعني بصراحة، امريكا امريكا جنة، برغم اعتراضنا على الكيفية اللي دخلوا فيها والتاريخ الدموي اللي صار يعني، بس يعني اقل شيء حضارة، في شيء اسمه حضارة واقعية مبنية الناس هلا مستفيدة منها. بس للأسف العرب لما دخلوا مناطقنا يعني دمروا ولم يعمروا شيء، حتى حجر على حجر. يا اخي الفاضل، ده انت تعرف المقريزي يعني يقشعر بدنك. ده في اسقف من الدير راح لعمرو بن العاص قال له طب احنا يعني المنطقه بتاعتنا عليها جزيه قد ايه عشان ندفع؟ قال له انا ما اقدرش اقول لك. وشاور على الكنيسه، على ركن الكنيسه، وقال له لو انت اديتني دهب من ركنها لسقفها مش كفايه، لو زاد علينا هنزيد عليكم، ولو قال لو خف علينا هنخفف عليكم. يعني لو امير المؤمنين قاعد في المدينه وقال لعمر بن العاص الخراج عندك ان انا عايزه من الحته دي 1000، انا هناخد منكم 1000، لكن لو قال عليكم 50000 هناخد منكم 50000. للاسف الظلم كان في المقريزي في الجزء الاول بيروي انه ان 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 عمرو بن العاص سمع ان كان في واحد مخبي كنز جابه وسجن، وقال الراجل يقول لحد اما قر فين، وراح ونهبه. تقرا حاجات فظيعه عن ان ازاي الاسلام امتد لمصر بالصوره السلميه وبسماحه الاسلام، السماحه بتاعت عمرو بن العاص، سماحه غريبه جدا يعني، سماحة عربية، للأسف سماحة عربية إسلامية. يعني برأيك هل كان بالإمكان بأيام وقت دخل عمرو بن العاص، هل كان بالإمكان أن تجنب هذا الغزو من ناحية المصريين، أن يتجنبوا الغزو الإسلامي لمصر؟ لا طبعا. ليه؟ عمرو بن، أول حاجة القرآن نفسه ذكر مصر حوالي 5 مرات، ذكر لك مصر بخيراتها، وذكر لك الرسول أحاديث مروية عنه ذكر مصر، وإن هو بشر بفتح مصر. الله يعني الواحد مش عارف إن الكلام ده صح ولا غلط، يعني لما تيجي العملية للأحاديث. فطبعا لما القرآن اتكلم على مصر والرسول بشر بفتح مصر، فخلاص أنت بري كونديشن، خلاص ده البلد دي بتاعتنا، امتى هناخدها، امتى ما نعرفش بقى. ما قال لك ايه؟ لما يمن عليكم بقى الله بفتح مصر تاخذوا منهم جندا، وخلاص بقى هيمن بقى امتى ما نعرف. لما سنحت الفرصه، وكانت سنحت الفرصه لما دخلوا فلسطين، ما انت فلسطين تعبر انت بقيت في مصر. ولما انتصروا على الرومان في فلسطين والشام ومصر تحت الحكم الروماني، قال لك بقى ده احنا خلاص لازم نحمي ظهرنا وناخد دي، ومصر بقى هتمدنا بالاقتصاد اللي هيمكننا من ان احنا نشغل العجله الحربيه دي، وان احنا نتوسع في ما كانش بقى فيه، ما في الوقت ده ولا امبراطوريه ولا بتاع، ده لسه بقى ابتدت تتوسع. فمصر والبلاد العربيه ده زي سوريا وفلسطين والعراق، البلاد الغنية دي وفرت لهم عن طريق الخراج، عن طريق الجزية، الأموال اللي بتمكن العرب ان هم يتوسعوا في الإمبراطورية اللي كونوها. فلم يكن بالوسع العرب، انا يعني ازاي كانوا يتجنبوا مصر،
ازاي المصريين كانوا يقدروا يتجنبوا الغزو، المصريين كانوا تحت الاحتلال الروماني. طيب هيتخلصوا من ازاي من الرومان؟ ما كانش فيه مصريين، مصر في الوقت في هذا الوقت لم يكن بها جيش قومي قوي ان هو يقدر ان هو يتخلص من الرومان وان هو يقدر يقاوم العرب. وبعدين برضه ما تنساش ان العرب، ان الجيش العربي ما كانش جيش قوي، ما كانش جيش كبير. يعني الناس تسال طب العرب دول جابوا القوه دي منين؟ ما العرب يعني بيحتلوا البلد، والناس اللي تسلم ولا ما تقدرش تدفع الجزيه ولا مرتزقه خش في الجيش. وبعض الرومان برضو ما كانوا محتلين، ما كانوا مرتزقة، لأن دول ناس يعني بنسمع عن لما ابتدى العرب يخش وبتاع واحتلوا بابليون والفارما والفيوم وبتاع، كانت معظم الحميات الرومانية كانت بتهرب. وفي بعض منها يعني في الحقيقة اللي بيقولوا ان في بعض منها التحق بالجيش عمرو، وفي بنت يعني بنت المقوقس نفسه وقفت مع المصريين ضد الغزو الاسلامي، وقبض عليها عمرو بن العاص وبعتها للمقوقس، لان كانوا بيعتبروا المقوقس من رجالتهم يعني، فبعت لابنه. يعني بنته كانت احسن منه، يعني كانت راجل عنه عن المقوقس. فلم يكن بوسع مصر ان هي تتفادى الغزو الاسلامي. يعني انا افتراض، هذا افتراض، انه لو يعني الاسلام ما دخل مصر، كيف تراها اليوم بدون الاسلام، بدون مسلمين؟ يعني لو التاريخ ما سجل دخول الاسلام المسلمين لمصر، كانت مصر كيف سيكون لحد الان بالنسبه لمصر؟ كانت مصر هتبقى دوله مسيحيه جامده جدا، لان الكنيسه المصريه ليها ثقلها في العالم المسيحي، to be honest. واغلبيه المصريين في الوقت ده كانوا مسيحيين، وكانت مصر اقتصاديا كانت هتبقى دوله غنيه جدا، لكن من ناحيه الدين كانت مصر هتبقى دوله مسيحيه، لان كان المسيحيه كان يعني من السترونج اوت اوف ايجيبت، كانت جامده جدا في ايجيبت. من ناحيه الحضاره المصريه القديمه كان المصريين هيبقى ليهم شخصيه مصريه صميمه. ليه؟ اللغه القبطيه كانت بتربطهم بالحضاره المصريه القديمه، ومعظم المؤرخين المصريين اللي كتبوا عن مصر القديمه وكتبوا بالقبطي ده بناخد منهم تاريخ مصر. فكان اتصالهم بمصر القديمه ومعرفتهم بالتاريخ المصري القديم كان قوي جدا، فكانت الشخصيه المصريه نفسها كانت هتتغير. بتدين بديانه مسيحيه، لكن في فريم ورك او في معطى حضاري مصري صميم 100%، لان المسيحيه زي ما قلت في الاول لم تاتي بلغه جديده ولم تاتي بسكان جدد غير العربية. العرب جم بلغة وبسكان وفرضوا عليك الجزية، وبقت الفلوس بتاعتك والمحاصيل الزراعية بتاعتك بتتاخد منك وبتروح المدينة، يعني ما بتجيلكش أصلا. يعني أنت كمصري تزداد فقرا وتعذيبا وهم يزدادوا غنى. يعني مش فرض عليك الإسلام والعربية، لا ده وسرقك كمان وعذبك. المسيحية ما عملتش كده في المصريين. وانا عارف ان الناس هتطلع بقى دلوقتي وتقعد تشتم وتقول لك يا عم انت بتتكلم ازاي على الاسلام والمسيحيه وتدخل الاثنين في بعض. للاسف اخي عزت، انت كيف بتشوف وضع مصر اليوم؟ وبرايك لوين متجهه مصر؟ انا ضد الحكم الديني في مصر، بس انا برضو ضد اللي بيحصل للاخوان المسلمين، لان انا لا اشوف ان الاخوان المسلمين، انا ضد الدين لكن انا ما بشوفش الاخوان المسلمين كان جماعه ارهابيه، وان فكرهم ممكن يكون فكر ارهابي، لكن
مش معنى كده ان انت مثلا الناس بتختلف معاهم فكريا ان انت تجمعهم وتحطهم في السجن وتحكم عليهم بالاعدام بالمئات، بيتهيألي ان دي مهزله. حقوق الانسان ضايعه في مصر، ان كنت مسيحي او مسلم او اخوان مسلمين من السهل ان هم يقولوا عليك ارهابي. وبنفس الشيء للملحد او الجاي او الليسبيان ولا بتاع، اللي هم بيسموهم شواذ، حتى كلمه شاذ يعني كلمه وحشه جدا. فالانسان في مصر وفي بلادنا العربيه غير محترم، يعني الادميه بتاعت الانسان نفسه غير محترمه. ولو مصر لو ما شفناش حكم مدني وما شفناش قانون ده يعني بيتطبق على الكل وما شفناش احترام لحقوق الانسان، مصر يعني هتتدمر كتير جدا. انا نفسي يعني كواحد عشت مثلا هنا بقالي كتير، انا نفسي الناس في مصر او العربي عامه يشوف الناس عايشه ازاي، يشوف الناس بس محترمه ازاي، يشوف الناس بتتعامل بادميه ازاي، ويشوف الفرق. وهو ده الفرق بين دوله بتعتمد على القانون وبتعتمد على الحريه الشخصيه، وبين دوله يا اما شغاله في نطاق ديني وكل الـ 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 العاهات اللي بنشوفها في السعوديه بتحصل في الاطار الديني، في سرقه وفي شرب خمر وفي ده وفي ده داخل الاطار الاسلامي. الاسلام لا يطبق ولا الحدود الشرع لا يطبق غير على الفقير، هم اللي بيتحطوا في حفره واضرب وارمي واللي تقطع رجليه واللي تقطع ايديه ومش عارف ايه. ومصر يعني للاسف، والدول العربيه مصر وليبيا والعراق وسوريا وتونس والجزائر لفتره كبيره بيمروا بفتره حرجه جدا. الواحد استبشر خير لما كان بيشوف في ثورات وكان بيقول خلاص الناس قامت والناس هتطالب حقوقها، لكن للاسف الثورات دي جت بناس متزمتين جدا جدا في الدين وكانوا هيضيعوا البلد في داهيه. ودلوقتي بنشوف ان في حكم عسكري في مصر لكن مش عارفين ان هو هياخد البلد فين. بس الواحد يعني بيقول ان يمكن بكره يجي حاجه احسن ونشوف حاجه احسن. يا ريت يا ريت، انا كمصري انا عايز مصر تكون احسن بلاد الدنيا وعايز المصريين يكونوا من احسن شعوب العالم، لكن امتى ده هيحصل؟ الناس لو ما تغيروش ما فيش حاجه هتتغير. الناس هي اللي بتدي اي بلد طبعها. بلد من غير ناس، انا دايما بقول بلد من غير سماء وشويه مطره وشمس وارض وخلاص على كده طين، ملهاش لازمه. ممكن تقول فيها بحب، ملهاش لازمه. الناس هي اللي بتدي البلد اهميتها وطبيعتها، والناس هي اللي بتدي الدين طبيعته. يعني تقول لي ده كل ما يحصل عمليه ارهابيه يقول لك ده مش الاسلام الحق، ده طب موريني الاسلام الحق. ما الناس دي هي اللي بتقول لك انا مسلم. احنا كملحدين احنا مش ضد الاديان، احنا مش ضد الاديان، واحنا مش عايزين نقضي على الدين. احنا كل اللي بننادي بيه ادينا حريه الاعتقاد من غير ما تحاكمني. انا انت عايز تبقى مسلم مسيحي يهودي بوذي، انت تعمل اللي انت عايزه، ده بينك وبين ربك، لكن ما تخرجوش بره بيتك، ما تجيبهوليش بره. اول ما بتجيبه بره ويدخل بين التعامل بيني وبينك، فانا بقى من حقي ان انا انقضه، ومن حقي ان انا احلله، ومن حقي ان انا لو مش متفق معاه اهاجمك. انا كملحد انا كل اللي انا بطالب بيه حقي ان انا اعتقد في اللي انا عايزه من غير ما تحبسني، من غير ما تقول عليا ترمي عليا كلام كافر وزنديق وملحد وعايز ما. انا متهيألي ان هم يعني في مصر هي مش جريمه لكن ممكن يجيبك تحت ازدراء الاديان ويحطك في السجن بقى وتشبع ضرب للصبح. فاحنا كملحدين كلنا بنطالب بيه، ادونا حقنا. ويا ريت مصر، بس هتقولي شايفها رايحه فين؟ ده رايحه على الجحيم. يعني لو المشي لو العمليه ماشيه بالصوره دي. لكن الواحد بيصعب عليه جدا لما يشوف مثلا الاوضاع في العراق ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا في مصر ولا في لبنان. لبنان دي اللي كان بقول لك عليها، يعني تتفرج على افلام زمان الستينات، شوف لبنان دي كانت عامله ازاي وفريد الاطرش.
للأسف شوف الحضارة والثقافة. حاول يعني طب مصر شوف فترة الستينات ما كان الناس لابسة وماشية وما كانش حد، في فترة الأربعينات ليلى مراد وزكي مراد وتوجو مرزاحي اليهود عايشين ما فيش مشاكل، وكان في ناس ملحدين وما فيش مشاكل. دلوقتي بقى مش عارف الإسلاميين طالعين من السعودية من عمالة تصدر لنا حاجات وفكر هيودينا كلنا في داهية. هو ودانا وخلاص يعني صرنا بداهية للأسف. طيب العالم تفضل. العالم ب... العالم ب... يعني متقدم، والعالم ب... 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 بيناقش قضايا مهمة جدا في يعني من خلال الحريات والقانون، واحنا ايه مشغولين الدقن طولها قد ايه، طب الجلابية نحط لها طب ايه، طب ايه اللي طوله بعد ما تستخدم الحمام، طب تخش برجلك اليمين ولا برجلك الشمال، طب ومنتظر ان احنا نتقدم ازاي؟ للأسف للأسف يا عم، تقدم كان بلحية ولا وحضر بالغيبيات يعني بهالأوهام الخرائية. طيب يعني هو أخي عزت يعني موضوع الغزو الإسلامي لمصر يطول ويطول، يعني ما راح نقدر. موضوع كبير، موضوع كبير يعني. خلينا نرجع لموضوع الإلحاد. برأيك يعني شو أهمية إنه الملحد أنا وأنت وغيرنا نجهر بإلحادنا قدام الناس؟ شو الأهمية المكتسبة؟ تفضل. هو انت لما كلمتني عن المقابله دي وقلت لي تطلع انا فكرت فيها، طب ليه؟ لان انا عانيت كتير جدا علشان يبقى عندي الشجاعه ان انا اقول ان انا ملحد، وكنت خايف ان انا كل واحد، وكنت خايف من ازدراء الناس ليا. فلما انت كلمتني فلقيت ان احنا كملحدين علينا واجب ان احنا نقف جنب اخواتنا الملحدين التانيين اللي هم خايفين يقولوا ان انا ملحد، ان احنا نقف معاهم ونقول ان انت مش لوحدك، وجنب الناس اللي هم بيمروا بناحية الشك نقول لهم ان انت مش لوحدك، ان احنا برضو مرينا بمرحلة الشك، وان ده شيء طبيعي، وما تبقاش تبقى خايف، وما تفكرش في نفسك ان انت انسان وحش زي ما بيقولوا ان انت وساوس الشيطان والكلام ده كله، ولا انت مش متدين. ممكن تكون متدين جدا، احمد حرقمه كان متدين جدا، لكن لما بتيجي تفكر شغل مخك انت، ده ليه سبب انه هو موجود، استخدمه، واللي تتفق معاه لو انت مؤمن اؤمن بحق، لو انت ملحد الحد بحق، وانت لو ملحد. انا ما بشجعش الناس اللي هي في خطر عليها ان هي تقول ان هي ملحدة، لان ممكن في ناس مجنونة ممكن يضربك، ولا ممكن ما يشغلكش، ولا ممكن مش عارف ايه. لكن انت زي ما بيقولوا ريسك اسيسمنت، يعني بص على شوف لو في مجال ان انت تقدر تقول ان انت ملحد ومش هتتضر، قول وما تخافش. لكن لو انت هتتضر ما تقولش، وخليها خليك ملحد كده بس، ما في نفسك ما تضرش نفسك. لكن الشك والبحث والسؤال ده شيء مهم وشيء طبيعي، وانت مش لوحدك، دلوقتي في ناس كتير جدا تقدر تساعدك من ناحية المعلومات، من ناحية الفكر، وهو دون المتهيألي ان هو ده الغرض، ان كل الملحدين ان هم يجوا مع بعض مع برنامج زي كده ومع صفحات زي كده، ان هم بيقدموا الدعم المعنوي والفكري والنفسي للإخوة الملحدين التانيين. بالضبط بالضبط. اخي يعني هلا في المسلمين بيرددوا انه يا اخي اوكي الحد وخلي حالك بنفسك، يعني فشو بتقول للمسلمين هذول يعني؟ طب وانت لما ما طب ما انت ما تسلم وخلي اسلامك لنفسك، ما نفس البروبوزيشن بقى نقوله يعني. ما طب ما تسلم وخلي، وانت ليه بقى لازم بتحاول ان انت تنشر الاسلام؟ طب الملحد لازم يبقى من حقه بقى ينشر الالحاد،
ما انت ما تديش لنفسك حق وتاخده من غيرك. وبعدين احنا مثلا مش عملية بس نشر الإلحاد، انا كمسلم بحس ان علي واجب ان انا افهم الناس حقيقة ما في هذا الكتاب. انا درسته وانا عشت بيه واتكويت بيه سنين كتير، بس الناس معظم خاصة الناس اللي هي بتخش في الدين الإسلامي على طول ومن غير مثلا هي ما يفكر ولا بتاع، قابل لك واحدة راح مسلم ولا مش عارف زار السعودية ولا أقول لك إيه ده، سمع القرآن وربنا راح فتح، نقل لا تهدم من أحببت ولكن الله يهدم من شاء، طلع الصبح كده مش مشيت على رقبته السهلية قال لك أنا بيت إيه مسلم وما يعرفش الإسلام فيه إيه. اقرأ قبل ما تحكم، اقرأ قبل ما تقول على نفسك مسلم، اقرأ تسأل أي مسلم هل قريته القرآن وهل قريته وفهمته، اقرأ شوف شوف بيقول إيه وطبق ده على التاريخ بتاع الإسلام، شوف الرسول عمل إيه، شوف الصحابة عملوا إيه، بعد كده أنت قرر أنت هل الإسلام ده ينفعك ولا ما ينفعكش. إحنا ما اخترناش نبقى مسلمين، إحنا اتولدنا، وده كان في يعني أهم حاجة كانت بالنسبة لي علشان أنا أقدر أنقد الدين الإسلامي في المرحلة اللي مريت بيها كملحد، ان انا اخرج من الفريم ده. بتخرج منه ازاي؟ انا خرجت منه ازاي؟ ان انا اقنعت نفسي ان هذا الدين اتفرض عليا، ان انا ما اخترتوش، ما دام اتفرض عليا وانا اتولدت مسلم معنى كده ان جدي ما كانش مسلم، ممكن يكون كان مسيحي، ممكن يكون كان يهودي، ممكن يكون ما كانش دين خالص. الحاجة المهمة ان الدين ده حاجة ليا انا خلاص. طب تعالى يا عم بقى نبص بقى على الإسلام دون واحدة واحدة، لقيته ما ينفعنيش خالص. ده دين لو أنا مثلا ما أعرفش حاجة عن الإسلام وأنا جه واحد دلوقتي يكلمني عن الإسلام وعايز يهديني للإسلام وبتاع، أقول طب وريني وأمسك القرآن وأقعد أقراه. ياه طب أنا لو سرقت يقطعوا إيديا ورجليا من خلاف كمان، يبقى الواحد يمشي بقى ولا من غير ده عشان سرقت، بس ده عشان سرقت ايديك الشمال مع رجليك اليمين، ولو زنيت يعني عملوا لك. هو ايه الزنا؟ هما اتنين ناموا مع بعض وهما مش غير متجوزين اما غير متجوزين يعني خانوا وبتاع، يعني حتى دون حاجة يعني جسمك ده ملكك تعمل اللي انت عايزه، انا يعني مش مهم مش مهمتي. لا ده انت لو زنيت بقى شوف العقوبة مثلا ايه، العقوبة لا تناسب الجرم. ده انت جرم بالاساس يعني، لا ما يعني حتى لو في جرم العقوبة، شوف العقوبة شوف العقوبة من فظاعتها، يحفر لك حفرة وتقعد فيها ويحدفوك بالطوب لحد ما تموت، فين الرحمة؟ أنا لو في ربنا، ربنا بالنسبة لي لو في إله، أنا لا أعتقد، بس لو في إله، الإله ده لازم يكون عادل، الإله ده لازم يكون رحيم، الإله ده لا ينفع أن يكون ميل أو فيميل ولا راجل ولا ست. أنا كل الديانات اللي شايفها قدامي دي كلها معمولة للرجالة، الستات ما يعني حاجة كده على أكنهم كده مخلوق. الجنة يقول لك إيه؟ الحور العين ده للراجل، طب الست هتاخد إيه؟ الست اللي تروح الجنة دي هتاخد إيه؟ ما فيش حور عين بقى، ما هيروح يعني الست كده يعني هتروح الجنة كده يعني، الراجل هياخد له مش عارف 70 حور عين وبتاع، وهي ملهاش لازمة خالص، يعني الواحد يتكلم ولا الهوى، هي شيء من حلوى يعني فقط يعني. فادي يعني تحس يعني هي يعني الإلحاد شيء لابد منه. لما تيجي ريلي لما تيجي تفكر في ده شيء ده لابد منه، اللي هو ايه بالنسبة لي الإلحاد النتيجة المنطقية للتفكير العقلاني،
لو مريت زي ما البحث العلمي ولا التجربة العلمية لها مراحل، فالتفكير في الدين ده ليه مراحل. لو مريت بالشك والبحث والتحليل، أنا متهيألي 99.9% هتبقى ملحد. قال لك لا 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 يمكن إن واحد يكون يستخدم عقله ينتهي بأن هو يؤمن بما في هذه الكتب، كان القرآن ولا الإنجيل ولا أي كتاب، ولا حتى البوذية ولا التاويزم ولا كتاب. يعني أنا مثلا إيه، أنا بقدر الحياة جدا، يعني أنا نباتي، أنا لا آكل ولا أستخدم أي منتجات نباتية خالص، حيوانية سوري خالص. ليه؟ لأن أنا بشوف إن مفيش فرق بيني وبين الحيوان. أنا بقدر القيمة الحياتية، إن الحيوان ده موجود وليه حياة، أنا بقدرها، إنه مش من حقي إن أنا أخدها منه. الحيوان ده وجد ليحيا زي كده. انا ما اقدرش ان انا مثلا شفت صرصار ماشي لمؤاخذه اروح وده صرصار، ما حدش بيفكر فيه اصلا. انا بالنسبه لي الصرصار ده حياه، ولا الدبانه نفس، يعني صرصار لا يفرق معني صرصار ولا بقره كبيره ولا حصان، كلهم الحيوانات كلها في نفس المرتبه. واحنا ده سلالتنا، ده احنا جايين من كده، يعني هي سلالة التطور ده معناها كده الايفوليوشن. بس الناس يقول لك ايه، طب ليه بقى لو احنا جينا من الشمبانزي، طب ليه الشمبانزي ما وقفوا بقى ما بقوش حيوانات؟ حتى الناس عشان مش فاهمين، يعني هو بيحسب ان نظرية التطور ده معنى كده ايه، ان انت النهارده سمكة بكرة هيطلع لك جناح تبقى طائر، فكل السمك هيطلع له جناح. لا مش كل السمك، هو كل يطلع له سمكة واحدة، يحصل زي هو ميوتيشن. انه كل شيء لازم يتطور لبني ادم، يعني ما هو شرط انه بس مثلا نوع من انواع القرود تطورت انه لازم الصرصار يصير بني ادم، لازم السمك. لا الصرصار عمره ما هيكون، لا ولا صرصار هيكون بني ادم. ده هو مثلا ايه، في انواع معينه من الهاير برايميت اللي هم الشمبانزي، يعني هو داروين ما كانش يعرف الدي ان ايه ولا الجينز، يعني هي داروين نظريته سليمه 100%، وهو بس النظريه الحديثه للتطور دخلت على داروين شويه عشان الاكتشافات اللي حصلت في الدي ان ايه والجينز وكل اللي بيحصل، اللي ايه ان يكون في ميوتيشن، يعني زي ما يكون في خلل في كل اللي بياخد خلل في عمليه الجين او عمليه الدي ان ايه، والخلل ده ممكن يكون كويس او وحش. فلو كويس وعن طريق الناتشورال سيلكشن، عن طريق اللي هو بيقول لك البقاء للاقوى، الاقوى هنا مش معناها الاقوى بمعنى السترينث، معناها اللي هو الاقوى اللي هو يقدر يتاقلم على الحياه وان هو يتكاثر ويتوالد، فبيقدر يديها للجيل اللي بعديه والجيل اللي بعديه يديها للجيل اللي بعديه، وتلاقي الايه الجيل اللي بعد ثلاث اربع اجيال يقدر يستخدمها بشكل اوسع. فتحس مع الانسان، يعني تشوف الانسان لما تروح حلقات التطور بتاع الانسان، لما من استرالوبيسيكوس لهومو اريكتوس لنندرتال لهومو سابينس، ان احنا ما كناش بنمشي معتدلين القامه، كنا بنمشي منحنيين شويه، لكن شويه 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 بقينا نتطور. ولما جه عبد الصبور شاهين، عبد الصبور ده شاهين عالم مات، هو عالم اسلامي وكان استاذ في دار العلوم على ما اظن، وعمل كتاب اسمه ابينا ادم، وتكلم عن نظريه الخلق ونظريه التطور، وحاول ان هو يوافق بين العلم والقران، وكان صعب عليه جدا جدا. وقال لك ان الخلق تم على الارض، ما فيش، لان قال لك لا، انا قصه ادم وحواء والخلق في السماء دي ما تدخلش دماغي، وهو راجل بتاع سنه يعني بتاع لغه، فكفروه، طلع له زغلول النجار ده بتاع الاعجاز العلمي في القران، وقال له انت كافر، انا بصغري زغلول الفشار، وحربه وقال له انت كافر. ليه؟ الراجل اصلا مش قادر يوفق العلم بقى، وزغلول كل شويه يطلع لك يقول لك الاعجاز العلمي، طب هات لي كده نظريه، يعني يستنى لما النظريه تطلع وبعد كده يروح ايه مدور لك على ايه تمشي معاها شويه، وراح قايل لك ده القران اثبتها من 1400 سنه.
طب هات لي نظرية كده من القرآن ما تكونش يعني نظرية اوريجينال، نظرية جديدة ما تكونش طلعت، مش ما تستنانيش لما طب والعرب ما يعني العرب والمصريين عمالين والمسلمين عامة عمالين يقروا القرآن ده من 1400 سنة، ما طلعليش ليه بقى بنظرية؟ مش يعني هات لي واحدة، طب ما طلعوش بحاجة صح؟ أنا لقيتها قبلك. طب ما انت بتقول لي ايه؟ بتقول لي ايه؟ انت سالتني وقلت لي طب هم العرب جابوا ايه؟ يعني انا عايزين نعرف تاريخ وحضاره جابوها لمصر. ما جابوش حاجه. هم لحد دلوقتي جابوا حاجه؟ جابوا بول البعير للأسف يعني. بصراحة يقول هي لك رضاعه الكبير، رضاعه الكبير. انا بشتغل هنا وبدرس هنا، لما بتطلع الفتاوى دي الناس بتضحك عليا هنا. يقول لك انت ايه يا عم، يقول لك انت عندكم رضاعه، يقعدوا يضحكوا عليا. انا بحس ان ايه يعني حاجه مهزله وحاجه تستعر منها. وتشوف مثلا كل القضايا عن الحجاب ويقول لك ايه ده المراه لازم تتغطى، تحس ان إيه انت ماشي مع خيمه. مع احترامي طبعا للمحجبين، ك ك ك ك انا بتكلم على الحجاب مش على المحجبه. انا يعني كلامي على الدريس كود مش على الانسانه نفسها، انا احترامي للانسان. لكن لما تغطيها لي كده من راس الرجل تقول لي ده انا ايه، ده انت لو عندك، يقول لك ايه ده انت لو عندك دره ولا جوهره هتحميها. يعني بيحسسك ان المراه دي حاجه تملكها، ان هي يعني انت لو عندك ولد وبنت هتفرق بينهم؟ هتحب ابنك اكتر ما تحب بنتك؟ مش ممكن. الاسلام بيخليك تحب الولد اكتر ما تحب البنت، للأسف. بيخليك تبص للبنت على انها حاجه تستعر منها. يقول لك البنت بتجيب لاهلها العار. عار ليه؟ عشان هي بس بنت ولازم تغطيها ولازم مش عارف ايه. طيب يعني يقول لك لو ما غطيتهاش ليه؟ يقول لك ايه؟ عشان ايه؟ ما تحركش الغريزه في الرجل. ده بيشتمني كده، بيشتمني كالرجل، بيحسسني ان انا كانسان، ان انا انسان حيوان، ان انا انسان بتتحكم في غريزتي، وان انا لو شفت واحده موريه شعرها ولا رجلها اروح هاجم عليها. ده حرام، حرام عليا انا. يعني ده بي بي يعني ده بيشتم فيا كده، بيشتم في رجولتنا. يعني المسلم ما بيفكرش بالطريقه ده، ان الاسلام بيخليك بيصور الراجل المسلم كرجل شهواني. ولو اتبعت السنة الرسول، ما هو متجوز 9 ولا بتاع، كان واللي متجوزهم والاسلام لحد دلوقتي يقول لك وما ملكت ايمانكم، وان الاسلام لم يحرر العبيد، والاسلام لا، الاسلام لم يحرم ولم يمنع البيع والشراء في الناس. للأسف يعني فين بقى؟ الإسلام جعل من الإنسان حيوان حقيقي، يعني جعل من الرجل خصوصا حيوان بكل معنى الكلمة. لذلك يعني حولوا، يعني إذا قالوا مثلا يحول الغريزة ولا هلا، يعني بالفعل حولوا إلى إنسان غريزي، إلى إنسان شهواني، لأن القدوة كان شهواني، يعني قدوة المسلم كان شخص شهواني. وبعدين طبيعي انه بده يصير مسلم بده يكون شهواني مثل قدوه الاسلام يعني. وبيبرروا كل الكلام ده والشهوانيه دي باسباب يعني العيل الصغير ما يصدقهاش، واسباب يعني لا تتماشى مع العقل ومع ادميه الانسان. يعني الواحد يعني في حاجات كتيرة الواحد يخجل منها لما يقرأ القرآن، ولا لما يشوف مثلا الأحكام بتاعة الشريعة، ولا لما يشوف السنة النبوية نفسها، واللي يطلع يقول لك الطب النبوي، واللي يطلع ده في حاجات عاهات للأسف. والطب بالقرآن، يعني بتلاقي ناس ما بتروحش للدكتور ويقعد يقرأ لك آيتين. أنا آسف على المقاطعة. يعني معك حق يعني. للأسف للأسف نحن وضعنا وضع في عصر انحطاط بكل معنى الكلمة، وضع مزري للأسف.
وصلنا الى بعض يعني لمرحله انه ناكل اكباد بعضنا للاسف من وراء التعاليم الغيبيه الخرافيه للأسف. يعني انا زوجتي طبيبه من كندا، يعني لو رحت قلت لها انا عيان وهتداوى بايتين ممكن تطردني بره. حديث من الاحاديث حبه السودة مثلا ولا حبه البركه ولا مش عارف. طبعا الاعشاب وطبعا الطب بالاعشاب ده حاجه معترف بيها، لكن ان في بعض الاعشاب فيها، لكن ما تقوليليش بقى تعالى ده احنا نقرا عليك ايتين كده والكانسر هيضيع. انا مش عارف ده في ده بتسمع انت بتشوف حاجات غريبه، يعني الكانسر يعني ازاي هيضيع بايتين؟ هو ده ورم جوه، ازاي الورم ده كده هيختفي يعني؟ الشعوذه يعني كل شيء بالعقول للاسف. شعوذه كبيره جدا وتجاره بالدين. بالضبط اخي عزت، هلا نحن وصلنا ل يعني قربنا نخلص الحلقه، شو بتقول للملحدين يعني اللي على بين نعم ولا انه يجهروا بالحادهم؟ اقول له لو مفيش خطر عليك جاهر بالحادك وانت مش لوحدك، وانت ليك الحريه ان انت تعبر عن رايك وده قرارك انت، لكن لو ممكن هتضر فيه خاصه الضرر الفيزيكال، يعني لو حد يقدر يأذيك ما تعملهاش الا لما تكون واثق ان انت يعني الغرض يعني مش من مقابله زي ده وبرنامج زي ده والملحدين يطلعوا ان هو حد يتضرر. لا، احنا يهمنا ان عدد الملحدين يزيد، يهمنا عدد ان الملحدين يبقوا مترابطين مع بعض وفي عمليه سبورت وعمليه يقووا بعض ويتواصلوا مع بعض، لكن وده مش هيحصل الا لما الملحد يعبر عن نفسه ويعبر عن افكاره والتغيير مش هيحصل. اصل التغيير عمره ما هيحصل الا لو في بقى في ملحدين كتير. يعني احنا بنقول احنا عايزين الدوله تعترف بينا والدوله تعترف بحريه الاعتقاد، وعايزين نشيل من الدستور ان الاسلام هو دين الدوله. احنا ولا عايزين الاسلام ولا المسيحيه ولا بتاع، احنا عايزين دوله زي الدول اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي. هنا الدين ليس له ارتباط بالدوله، في انفصال تام بين الدين والدوله. يعني احنا استراليا ليست دوله مسيحيه، عشان كده تلاقي ناس تقدر تحط مساجد وناس تقدر تبني معابد البوذيين، ولا عايزين يقروا ولا عايزين يبنوا اي حاجه للملحدين، كل واحد بحريته. الكلام ده عمره ما هيحصل الا لو عدد الملحدين زاد وان صوتهم اتسمع التغيير. والملحدين برضو ليهم مهمه ان هم يعرفوا الناس يعني ايه الالحاد، ويعني ان احنا مش ضد الدين، ان احنا بنقول الدين ممكن يكون كويس لناس معينه لكن مش بالنسبه لنا احنا، واحنا اخترنا طريق غير طريقكم، واحنا زي ما انتوا عايزيننا نحترمكم لازم تحترمونا، لو ما احترمتوناش مش هنحترمكم. ولو هتحط الدين بتاعك هتفرضه عليا انا لازم بقى هحلله وهنقضه. ما انت بقى بتقعد تقول لي عليا حاجات كتيره جدا، فانا انت بقى لازم أن تقعد وتسمع بقى انا هقول على الدين بتاعك ايه. لكن الالحاد مش 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 وحش، والالحاد هو الطريق الوحيد ان انت تتصالح مع نفسك لو انت عندك شك من ناحيه الدين. بس شو رؤيتك للمستقبل الملحدين بالشرق الاوسط شمال افريقيا؟ يعني شلون بتشوف؟ انا شايف ان هو مبشر جدا. يعني من كام سنه ما كنتش تسمع عن الملحدين ولا قناه الملحدين ولا واحد يطلع ويقول لك انا ملحد ويحطها علني. كان في ملحدين بس كان عايشين كده كل واحد يقول لك انا ماشي مع القطيع وماليش دعوه بس انا ملحد يا عم. لكن دلوقتي ما بقاش فيه خوف. انا شايف ان كمان كام سنه
هيبقى ليهم كيان، وإن في بعض البلدان العربية يمكن دولة زي لبنان ممكن يحصل فيها تغيير أكبر، أو دولة زي تركيا ممكن يحصل فيها تغيير يسبق تغيير في البلدان التانية. ليه؟ لأن في البلدان دي فيها مور حرية، فيها حرية أكتر من بعض البلدان التانية. مش هيفتح الطريق إلا لو شفنا حكم مدني، حكم مدني ذات قائم على حرية الإنسان بمعنى حقيقي لحرية الإنسان. هو ده اللي هيبقى زي الفيكل، هو ده اللي هيبقى ده الطريق والمعبر، إن إحنا نلاقي حرية للإلحاد وحرية للحرية الجنسية كمان. يعني إحنا أنا مش ضد الناس اللي هي لو مش ممكن تكون ملحد وعايز الناس تعترف بك أنا ملحد، وتلاقي نفسك إن أنت أنتي هوموسيكشوالز على سبيل المثال، إن أنت ضد اللي بيسموهم المثليين، لأن دي حرية برضه. فالحرية كيان واحد لا يتجزأ، الحرية كيان واحد لا يتجزأ. والحرية في والإلحاد بتحس إن هو بيقرب منك، بيقرب بين الناس وبعضها البعض، وبيخلق عاطفة حب، لأنه مش لا غير قائم على الكره. الدين قائم على الكره، إن أنت بتكره صاحب المعتقد الآخر من غير ما تشوفه ومن غير ما تتعامل معاه، انت بتكرهه على طول، ان انت بتقول عليه ان هو كافر وهيخش النار وهيتعذب. ففي فجوه، في جاب كبيره جدا، في حيطه بينك وبينه. لكن الالحاد ما بيخلقش كره بين الناس، والناس لازم ما تخافش برضو. الناس الملحدين اللي مش ملحدين ما تخافش من الملحدين. احنا مش موجودين عشان ندمر اخلاقه، واحنا مش مثال ان الملحد عنده اخلاق اكتر من الانسان المتدين. الملحد ليس كذابا، الملحد ليس خبيثا، الملحد ليس حيوانا ان هو كل همه الملذات الحسيه وخلاص. الملحد دون انسان مفكر، مفكر جدا جدا، ومعظمهم يعني ناس متعلمين جدا جدا، وبيعرفوا يستخدموا مخهم، وبيبصوا على المجتمع وبينقدوا المجتمع، وهم الملحد ان هو يصلح من احوال المجتمع. فمتهيألي يعني السنين الجايه هتشوف الالحاد كحركه اكبر في المجتمعات الاسلاميه والعربيه. بكل تاكيد. اخي عزت، وصلنا لاخر حلقه، يعني يا ريت كلمه توجهها لجمهور البرنامج وللملحدين وغير المؤمنين عموما، غير الملحدين كمان يعني عموما. أنا في الآخر أنا بشكر الجمهور والمشاهدين، ويعني ويا ريت إن هم يكونوا استمتعوا بالحوار دون، ويا ريت إن أنا كنت يعني أضفت حاجة. وبشكرك جدا 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 على الخطوة الجريئة اللي أنت خدتها بإن أنت تعمل القناة دي، وأنت يعني لا يعني يعني بتحط وقتك وبتحط جهدك وبتحط فلوسك، وانت لا تنتفع ماديا ولا معنويا، يعني بتنتفع يمكن يكون معنويا وفكريا لكن ليس ماديا من الحاجه زي ده. وده بالنسبه لي يعني شيء كبير جدا، يعني انا بتشرف ان انا اتكلم مع انسان زيك بكل هذه المقومات والمعطيات الانسانيه. يعني ان انت شرف لي، يعني هذا واجبي تجاه اهلي، تجاه ناسي، تجاه الاصدقاء، انه اعطيهم وقتي وواجبنا كلياتنا. يعني شكرا لك، انت كمان جيت اعطيت ساعتين من وقتك لحتى عندك فكره توصلها للناس. هي يا جماعه نحن في عصر الانحطاط، اصحوا من هالغيبيات هي اللي ما وجدتنا غير الداهيه. يعني تفضل، اسف للمقاطعه. وانا يعني زي ما قلت في الاول، انا يعني شفت معظم الفيديوهات بتاعت الاخ اسماعيل واحمد حرقان وملحد مصري وعندك وكل ضيوفك، والفاق واحد فرح يعني، يعني يشوف ان في ناس عندها الشجاعه دي، خاصه اللي موجودين في البلاد العربيه. يعني يعني انا بالنسبه لي انا ما اجيش جنبهم حاجه، لان انا موجود في مجتمع ممكن اقول اللي اقوله ما حدش اصلا هيبص لي. يعني هنا ما حدش يحكم على حد، لكن اللي في مصر وبياخد الخطوه الجريئه دي، ولا في السعوديه ولا في الكويت ولا في سوريا ولا في بلاد المغرب العربي الشقيق بيسموها العربي، في بلاد المغرب الشقيق
اللي بياخدوا الخطوات دي وبيطلعوا على برنامجك وبيتكلموا، دول بصراحة بالنسبة لي زي ما بيقولوا هيروز، بالنسبة لي ناس هيروز، لأن الناس دي يعني ما خفتش، والناس دي قبلت إن هي تعيش في مجتمع أغلبه من المسلمين ولا مجتمع ديني، وإن هم يقولوا عليهم كتاب كتير لكن ما خافوش، وخاصة إسماعيل وأحمد حرقان وبعض الأخوة اللي أنا مش عارف أسمائهم كلهم، لكن يعني الناس دي ما تتخيلش أثروا فيا قد إيه، وهو ده اللي شجعني النهاردة إن أنا أطلع وإن يمكن أضيف حاجة للناس دي. ويا ريت إن أنا أشوف مثلا، أنا شفت حلقة قبل كده مع إسماعيل في البط الأسود، مع كذا أخت عزيزة يعني طلعوا واتكلموا، ويا ريت أنت تقدر تحط يعني صوتي. الإسلام من منظور الجنس الآخر، الإسلام من منظور الجنس الآخر، إن إحنا عايزين برضو يعني يعني إحنا مبتدئين بصراحة يعني، ف يعني ومثل ما قلنا نلتمس خطانا، فأكيد بالمستقبل راح يتطور البرنامج، وراح يكون بالنسبة للموضوعات اللي تطرح، بالنسبة للأفكار اللي تطرح، بالنسبة للأشخاص، فأكيد يعني راح يكون في تطور في البرنامج. لا حتى الموضوعات يعني، انا شايف مثلا تعريف الملحدين ببعض حتى يعني، ده حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا، وتحس ان انت مش لوحدك، تحس ان انت بتفكر دي ان انت مش لوحدك، وان انت مش غلط، وان انت، لان الانسان بيقسي على نفسه جامد جدا لما بيبتدي يشك في الدين، بيحس ان هو يعني ان هو انسان مش عارف، مش غلط، بيحس ان هو انسان وحش، بيحس ان هو انسان كافر، بيحس ان هو انسان يعني هنخش النار، مفيش الجلد اللي بيحس بيه ده. لكن لما بنطلع ونقول ده انت مش لوحدك، واحنا كلنا ملحدين واحنا كلنا زي كده، بيحس ان هو بقى نورمال، ده انا مش لوحدي، ده في ناس كتيره زيي، وهو ده الغرض، ان احنا ايه بنشجعهم. وده مش هيحصل غير ببرنامج زي البرنامج بتاعك دون، وبرنامج زي البط الاسود اللي عمال يشيلوه وينزلوه يعني يوتيوب مش عارف ايه ده. ف يا ريت يعني، يا ريت يعني عمليه ابهر الواحد يشوفها اكبر واكبر، ويا ريت ان يبقى في قنوات، وان هي توصل لكل ملحد، ويا ريت ان حكومتنا وبلادنا تعترف بينا يعني، بدل ما هم بيقولوا علينا حاجات سيئة، ويا ريت اهلنا يتقبلونا يعني، معظم اهلنا يعني بيعتبرونا ان احنا ميتين يعني. للاسف للاسف. على كل حال شكرا لوجودك معنا اخي عزت، وشرفتنا. شكرا. وبنتمنى يعني بنتمنى من اصدقائنا الملحدين يا شباب اجهروا معنا، ساعدونا بالشير للفيديو، خلي الناس شو تسمع صوتنا، خلينا نوصل لاكبر عدد ممكن من الملحدين، نقول لهم انتم ما انتم لوحدكم، ولا تعيفونا نحن كمان لوحدنا يعني، فخلونا نوحد الجهود حتى يكون له دور بالمستقبل بالتغيير في اوطاننا المنكوبه للاسف. اذا في عندك كلمه اخيره تقول. كلمه اخيره بس، متشكر جدا، وأنا كان لي الشرف إن أنا أطلع معاك يعني. شكرا كثير أخي عزت، وشكرا. تحياتي لكل ملحد. تفضل. تحياتي لكل ملحد. شكرا شكرا، وكل ملحد يحييك يا رانا يعني، وأنا أحييك، ونلتقيكم في حلقات قادمة أعزائي المشاهدين، شكرا للمتابعة. شكرا جزيلا. شكرا لك العزيز.